اهلا بكم وحلقه جديده من الناس الحلوه. موضوع اللي انا هبدا بيه كلام النهارده موضوع الحقيقه هياخد منا سلسله من الحوار، مش مره واحده هنتكلم فيه عشرات بل اكتر من كده عشان نوعي الناس لخطر شديد جدا. عنوان خطير للغايه ومنتشر في العالم كله وفي الوطن العربي وموجود في مصر، بس موضوع مسكوت عليه. فزوره، هي فزوره، حاجه يعني تقعد تفكر فيها شويه قبل ما اصدمك واقول لك ان انا هتكلم عن التحرش بالاطفال. الكلمه دي واقعه عند ناس كتير قوي، بيكون في الاول واقع اشبه بالانكار. الانكار حاله مشهوره جدا في علم النفس، انه اول ما حد يسمع حاجه زي كده ممكن قوي دلوقتي حالا يفكر، اول ما يفكر ده مش هيحصل في ولادي، ده مش قريب مني، ده بعيد عني خالص. الكلام ده في منتهى الخطورة انك انت تنكر في الاول. احنا بصدد جريمة، هو توصيفه جريمة، مفيش حد ينكر ذلك ابدا. الجريمة فيها جزء مرضي لكن هو لن يخرج الامر عن انه جريمة. في ضحية، في عوامل، في مشاركين في الجريمة سواء بالفعل او بالاهمال. فخلوني اكلمكم عن واحدة واحدة من الحاجات دي. أول العوامل هكلمكم عنها، هنتكلم في العوامل التي تتعلق بهذا الأمر الخطير للغاية، تحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي على طفل. أول حاجة، ودي حاجة برضو يعني في منتهى الخطورة، ومش شرط كل العوامل تكون موجودة، لكن هذا العامل مهم جدا، هو انخفاض مستوى المعيشة. ناس كتيرة جدا عايشة في مكان عبارة عن أوضة وصالة أو أوضة بس، كل حياتهم هي أوضة، زي ما الفنان الرائع عادل إمام مرة في مسلسل في مسرحية قال له أنت عايش فين؟ قال له أنا عايش في الأوضة. أنت ومين؟ أنا ومراتي وسبع عيال وأمهم وأمي، قاعدين كلكم في الأوضة، يعني سايبين الشقة كلها وقاعدين في الأوضة. يعني طبعا قال له يا سيد ده هي أوضة، في هذه الغرفة هي الحياة. والرجل ومراته ممكن جدا نتيجة نقص الوعي ونقص الثقافة المرتبطين بنقص المستوى الاجتماعي أحيانا يعملوا علاقة زوجية، ممكن هم بيتهيألهم أنهم مش في حالة اطلاع أو ما فيش حد مطلع عليهم، والأولاد مش شرط يشوفوا بس بعينيهم علاقة زوجية أو علاقة جنسية. كلام ده مهم جدا، ممكن جدا بودانهم يسمعوا. عشان كده ده شيء مهم جدا. برضو حاجة تانية، مشاهدة الأفلام السينمائية والمسلسلات اللي فيها مشاهد جنسية. هقف عند الحتة دي شوية. للأسف الآن في نوعية من السينما مش مصرية بس، في العالم كله بيقولوا عليها السينما الواقعية. ومن ضمن الواقعية في السينما ان انا اطرح قضايا صادمة، وبدأ يكون هناك نوع من التسابق على طرح القضايا الصادمة، زي طرح قضايا الشذوذ. يعني يعمل فيلم كل الفيلم بيدور حول الشذوذ، وكأنه قضية يعني تستحق الدراسة مثلا من ناحية السينمائية، او يصور مشاهد مباشرة للشذوذ عشان يعني يغرقنا في الواقعية من وجهة نظر السينمائيين. دي قضية مش عايز ادخل فيها. المشكلة ان هذه الافلام توجد على الشاشة، مش الكبيرة بس والصغيرة، ومن اللي قال الشاشة الكبيرة بمعزل على الاطفال؟ ما هي ممكن جدا الطفل يدخلها، ومفيش يعني زي ما بيقولوا براءة او مسوغ يخليني اعدي من خطورة عرضها على الاطفال في ان انا اكتب بلس 18 بلس 18 او بلس 16 او بلس 12 او بلس 95 او بلس 35. ده مش هيخلي الطفل يبعد. وبرضه دلوقتي في بعض الافلام اللي هو يكتبه في الاول ينصح بالاشراف الابوي، ده مش معناه انه انا كده حميت نفسي كمقدم لماده فيلميه او حميت الاطفال هيتفرجوا، بل ان بالعكس ده عند الاطفال يعني مور اتراكتيف جذاب بشكل اكبر ان انا الاقي بلس 18. حاجة تانية كمان، استخفافنا بقدرات الأطفال مع التعامل أو في التعامل مع الأجهزة الحديثة، من سواء الكمبيوتر، آيباد، الموبايلات. الطفل وسنه صغير جدا
ممكن يكون عنده قدرة عالية جدا على التعامل مع الأجهزة دي. ده بيكون أشطر أحيانا، بعض الأطفال بيكونوا أشطر في التعامل، أشطر في التعامل مع الأجهزة دي من الكبار، ويقدر يدخل على مواقع زي ما هو عايز. والطفل بطبيعته ما بيبقاش عنده قدرة على التفرقة بين الصح والغلط، فممكن جدا يدخل على مواقع إباحية، ممكن يدخل يشوف مواقع بالصدفة يكون أبوه أو أخوه كبير دخل عليهم وسابهم على الموبايل من غير ما يعمل لهم إريز، من غير ما يحذفهم. فالطفل شاطر دخل بسرعة على الآيباد، فهم، عرف، اتفرج على مواقع جنسية، قد تكون مواقع جنسية بتعرض جنس طبيعي أو بتعرض جنس شاذ. وفي الطفل ما يقدرش يفرق، ما عندوش القدرة الإدراكية والوعي ومستوى النضج بتاع الحلال والحرام. كمان في حاجة مهمة جدا جدا هي الشكل المرضي للفعل. مرض الاعتداء او الميول، هما في الغرب عندهم درجات من طرح المشكلة. فالميل الجنسي للاعتداء على الاطفال اسمه البيدوفيليا. والبيدوفيليا ده الان العالم الغربي كله وايضا المراكز المتخصصة يعني بتستغرق وقت طويل وبتستغرق امكانيات كبيره جدا في دراسه هذا المرض. البيدوفيليا عملوا تصوير بالرنين المغناطيسي على عقول او على البرينز بتاعه المعتدي الجنسي، المعتدين الجنسيين على الاطفال، فوجدوا يعني انه في عوامل مشتركه مهمه جدا في هؤلاء المجرمين اللي هم مصنفينهم على انهم عندهم مرض البيدوفيليا. من ضمنها اولا حجم المخ الخاص بمريض الاعتداء او مريض البيدوفيليا، لو مريض الاعتداء الجنسي على الاطفال حجمه اقل. ايضا نسب ذكائهم منخفضه بشكل ملحوظ. وجدوا علاقه برضو في دراساتهم ما بين نسبه الذكاء المنخفض وبين سن المعتدى عليه، السن اللي بيرغب او ممكن يقدم المعتدي على الاعتداء عليه. فوجدوا انه كلما قلت نسبه الذكاء عند هؤلاء المجرمين، هؤلاء برضه هرجع اصنفهم على انهم مرضى البيدوفيليا، كلما كان سن المعتدي عليه كان اقل، كان اصغر. باحثين كنديين وجدوا علاقه وثيقه بين عدد الاصابات في الراس في مرحله الطفوله وبين كمان او تواجد هذا العدد الكبير من الضربات على الراس وبين انهم يتحولوا الى معتدين جنسيين في المستقبل. فلقوا انه الطفل لما بيتعرض الى خبطات عديده على راسه على دماغه ده ممكن يتحول في المستقبل. دي دراسه كنديه. في دكتور مشهور قوي اسمه جورجي بوليستيمي، ده عمل دراسات قال انه في فرق بين الميل وبين الانخراط او الولع. فقالوا انه قال في دراسته انه المساله تبدا بميل الاعتداء على الاطفال عند اولئك المرضى المصابين بالبيدوفيليا، هذا الميل ينقلب في مرحله لاحقه الى ولع. لكن مرض خطير جدا، ولا ينفي وجود هذا المرض أنه من يرتكب هذا الأمر هو في النهاية مجرم. برضو لازم نفهم أنه عدد الاعتداء أو وصل الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى أرقام مرعبة مرعبة. الاعتداء الجنسي على الأطفال وصل إلى 30% من الأطفال. الاعتداء الجنسي على الاطفال مش شرط يكون ممارسه فعليه، مش شرط يصل الى الممارسه الجنسيه الكامله، لكن ممكن جدا الاعتداء الجنسي على الاطفال يكون بالملامسه، بالتقبيل، بتحسس الاعضاء الجنسيه، بالقرب، بالضم الغير مبرر، الحضن غير المبرر، ايضا بالكشف عن الملابس، ايضا باستعراض او عرض الاعضاء التناسليه للذكور بالنسبه للاطفال، امر في منتهى الخطوره. ايضا إجبار الطفل أو إغراء الطفل بمشاهدة مشاهد جنسية مع البالغ. المخيف أنه كثير من المعتدين الجنسيين على الأطفال هم يمتون للأطفال بصلة قرابة أو بصلة قد تكون صداقة.
صديق للعيلة، قريب للعيلة، قد يكون أيضا جار ليس هناك مستبعد من المعتدي جنسيا. الآباء والأمهات عندهم حالة من الحالات الطبية التي ينبغي أن نقف أمامها جدا، وهي حالة الإنكار. حالة الإنكار حالة تشبه حالة الهروب من الواقع، وهي هروب إلى منطقة التصديق الكامل بأن طفله عنده مناعة أو محمي بشكل أو بآخر من الاعتداء الجنسي الذي أتحدث عنه، رغم أن أنا قلت أنه 30% من الأطفال الآن في العالم سبق لهم الاعتداء الجنسي. ساعات قدام الإنكار في حالة تانية من حالات اللي نقدر نقول عليه الخوف الشديد الغير مبرر، اللي هو بقى انقلب الأمر إلى وسواس قهري، يعني نوع من أنواع الوساوس القهرية، إنه يصبح عند الأب أو الأم وسواس بأن طفله محرض دائما إلى اعتداء جنسي. الإنكار خطر جدا وغير مفيد، والوسواس واعتقاد الأب والأم بأنه أولادهم في خطورة مستمرة أيضا، ده شيء مرضي وده شيء ممكن يدمر حياة الطفل. والطفل الذي يتعرض إلى اعتداء جنسي أساسا يتعرض إلى شيء مهم جدا من الأعراض أو مجموعة من الأعراض في منتهى الخطورة. أول شيء عايز أنبه عليه قبل ما أتكلم على الأعراض بالتفصيل هو أنه معظم الأطفال لا يظهر عليهم أي حالة واضحة، كتير جدا من الحالات يتعرضون لاعتداء جنسي ولا يظهر عليهم أي شيء، فدي نقطة هنقف قدامها شوية. لكن في أعراض كتيرة جدا، يعني ممكن جدا يحس الطفل أنه دائما بعد تعرضه لهذه الحالة أنه عنده حالة من حالات الدونية أو النقصان، إنه أقل من أقران، ويحس دائما بعدم الثقة، عنده إحساس دائما بالخجل والتواري، لأنه في جزء معين من شعوره هو يحس أنه ارتكب أو أخطأ خطأ كبيرا. أيضا يرى الجميع، أحيانا بعض الأطفال يرون أن الجميع قد يكون مشاركين بشكل أو بآخر أو مجرمين، الكل مجرم. وبرضو في علم النفس هناك خيال عند الأطفال، ينبغي أن أستطيع أن أفرق بين خيال الطفل وبين واقعية السرد، بين الحوار الحقيقي وبين ربما حوار خرج من عقلية الطفل. لكن لم في المقام الأول ينبغي أن أضع أن في اعتباري أنه هذا الطفل يتحدث أو يتكلم معي بصراحة بدون أن يكون كاذب. التحرش الجنسي بالأطفال ليس أمرا سهلا، ليس أمرا هينا، ليس مرضا عاديا، هو مرض له عوامل كثيرة، منها اجتماعية، منها عوامل نفسية، منها عوامل غياب الدين، عوامل غياب الفهم الحقيقي للدين. لكن في النهاية كل طفل تعرض للاعتداء الجنسي ولم يلقى الاهتمام هو مشروع لمعتدي قادم، وهو مشروع لشاذ جنسيا، هو مشروع لمريض نفسي قد يصل المرض النفسي الخاص به إلى مرحلة في منتهى الخطورة، في علاقة وثيقة بين القتلة اللي بيسموهم أصحاب القتل التسلسلي أو أصحاب القتل المتكرر اللي عندهم نهم للقتل، وبين الاعتداء الجنسي عند الأطفال. موضوع في منتهى الخطورة، ولكن سيبقى حلقات وحلقات نتحدث فيه في واحدة من أخطر الظواهر، ليست في مجتمعنا فقط ولكن في مجتمعنا أقل ما يمكن، هي في المجتمعات الغربية أكثر خطورة من الموجود في المجتمعات العربية بكثير، ولكن الفرق أنهم يدرسونها بدقة ونحن ما زلنا في حالة الإنكار. خليكوا دايما معنا، سلام. الدكتور أحمد الحبشي، استشاري تجميل الأسنان، رئيس مجلس إدارة كلينيكا جويل. Nothing else is going to fit into this draft, I'll tell you that. Maybe something in this box. I don't want you to get too excited. It's only on loan. Well,
That was your best question. اهلا بكم جوليا روبرتس، جميلة الجميلات، بريتي وومن. طيب اختاروها انها واحدة من اهم يعني الاشكال المثالية للابتسامة وشكل الاسنان. هي ذات فم يعني جميل، ويبدع الفم بتاعها في رسم الابتسامة، والاسنان فعلا جيدة جدا جدا في رصتها. لو شفنا وشها في خطوط معينة مهمة جدا، يعني احنا كبدائيين ناس مش متخصصين نقول لك خط العين وخط الاسنان، الخطوط دي ليها علاقة وثيقة جدا. اللون، الزوايا، شايفين امتداد الاسنان جيد الى حد ما على قد انا بقول الكلام. فخلي بالكو انه الابتسامة الجميلة عند النجوم دول تساوي الملايين. الدراسة قالت ان الستات اللواتي يمتلكن اسنانا متوازية مع خط العين من مثل جوليا روبرتس دول هم اصحاب الابتسامة المثالية، ان خط الابتسامة يبقى موازي لخط العين. ماشي، هل ده كلام يعني رف كده؟ لكن تعال نقرب من الابتسامة، نقرب من صناعة الابتسامة، نقرب من أدوات صناعة الابتسامة، التركيبات الثابتة والفينير، إيه الفرق بين دي وبين دي؟ كراونز دي اللي بتعمل التجميل، هو ده اللي بيعمل الابتسامة. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا العالم، عالم الأسنان، ويعني واحد من الرواد المتميزين للصناعة الطبية الخاصة ب طبعا انا اقصد كلينيكا جويل، يعني اسم متميز يقود مكان متميز، هو الاستاذ الدكتور احمد حبشي. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك، نورني وشرف كبير لنا هذه. اهلا بحضرتك حبيبي. ادوات صناعة الابتسامة الحلوة هي التركيبات، صح كده؟ صح طبعا. ايه يعني ايه تركيبات؟ نبدا من الاول، يعني ايه تركيبة؟ حلو، انا هبدا بحضرتك من تاريخ التركيبات. اول شيء عندنا كنا بنستخدمه او بدانا نستخدمه في التركيبات او في تجميل الاسنان كان بدايه من كراونز، او بيسموها الطربوش، او في دول الخليج بيسموها تلبيسه، اللي هي كان كفر كامل يعني بنغلف بيه السنه كامله. زي مثلا بنيجي نبدا نبرد الاسنان، نصغرها خالص، وبتيجي الكفر ده بيغطي السن كامل، هي ده الطربوش او الكراون او التلبيس. ده كان البدايه عندنا في علم تجميل الاسنان والاستعاضه لشكل السنان الاحسن او التجميليه. طيب مع تطور العلم بدانا نشوف ان حرام ان احنا نبرد السنه ونصغرها قوي ونبدا نعمل كراونز، وخاصة ان في حالات لا تستدعي ده، بيبقى في مثلا يعني عدم ترتيب للاسنان خارجي، او بيبقى تشوه بسيط قوي في لون الاسنان، فحرام ان احنا نقعد نبرد الاسنان ونوصل للعصب ونعمل تمويه العصب والكلام ده كله. فبداوا يطوروا الطبقات، اللي هي نيجي نبرد يعني نسبة معينة من السطح الخارجي بتاع السن ونلزق على السطح الخارجي على طول. كان في أول مشكلة واجهت الناس دي كان عبارة عن اللزق اللي بيستخدم في لزق الطبقة دي. طبعا الكلام ده أنا بكلمه في حوالي من 15-20 سنة. مع تطور علم اللزق فقدرنا نوصل إن إحنا بقينا بنلزق الطبقة دلوقتي وبقت قوية جدا، فبدأت تاخد مكانة كبيرة جدا بدل الكراونز في نسبة كبيرة من حالات تجميل الأسنان. بعد ده ظهرت الحاجة اللي بيسموها العدسات، أو اللي هي المينيمال بريفينيرز، اللي هي بيبقى فيها نسبة برد بسيطة جدا، أو في بعض الحالات ما بنبردش خالص الأسنان. تمام. ده هو ده بالظبط تاريخ وما وصلنا له حتى الآن من تجميل الأسنان. فإحنا بدأنا بالتركيبات الثابتة ككراونز أو طربوش، وبعد كده جت الطبقات او الفينيرز، وبعد كده حصل عندنا حاجه اسمها المينيمال بريفينيرز. طبعا اللي احنا شايفينها دلوقتي دي تعتبر فينيرز مش مينيمال بريفينيرز. في برد كويس لسطح السن، مش برد كبير، مش زي الطربوش والكلام ده كله، وبتتلزق الطبقه على السطح الخارجي زي ما احنا شايفين. عظيم جدا. ايه يعني متى نحتاج الى التركيبات الثابته؟ ماذا لازم نعمل تركيبات ثابته؟ التركيبات الثابته خلي بالك هنبدا يعني ده سؤال كبير قوي. التركيبات الثابته امتى بنحتاجها؟ اول احتياج ليها الفانكشن، او ان احنا نعيد او نؤهل الفم للعمليه اللي هو
يعني معمولة الأسنان معمولة لمبدئيا لمضغ الأكل قبل ما نتكلم عن الشكل. طيب فإحنا أي سن بنعمل له علاج عصب لازم نحميه بكراون أو بتركيبة ثابتة. طيب أي بنفقد أي سن لازم بنعوضه بتركيبة ثابتة سواء الجسر أو البريدج أو الإمبلانت. طبعا الإمبلانت ده عمل طفرة كبيرة دلوقتي في عملية الاستعاضة عن السنان المفقودة. الزراعة. تمام بالظبط. نيجي بقى نخش على تجميل الأسنان. إمتى بنعمل تجميل الأسنان؟ أي حد عنده كونسيرن او شايف ان في مشكله في الابتسامه بتاعته يعني يقوم كل يوم الصبح يبص في المرايه يلاقي نفسه دايما عينيه رايحه على الاسنان في حاجه مش مظبوطه ده يحتاج تجميل الاسنان. تجميل الاسنان ده ممكن يجي نعمله بالكراونز نعمله بالطبقات او الفينيرز او نعمله بالمينيمال بريف فينيرز او في بعض الاحيان بنلجا الى تقويم الاسنان الاول قبل ما نعمل اي حاجه تجميليه. طيب حضرتك جبت سيره قبل ما ندخل بس على كميه التركيبات او نكمل في التركيبات الزراعه والتركيبات هل بينهم تنافس ولا في هل في فرق بين الزراعه والتركيبات؟ لا ده بينهم تناغم مش تناغم. طبعا 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 يعني زي ما بقول لحضرتك الزراعه هي نوع من انواع التركيبات يعني وهي احدث شيء عندنا في علم التركيبات بالنسبه للاستعاضه عن اي سن احنا فقدناه او هنفقده. تمام احنا دايما بنفضل ان احنا نعمل زراعه ولكن في بعض الحالات بيبقى صعب ان احنا نعمل زراعه. في حالات من الناحيه التجميليه بتمنع ان احنا نعمل زراعه ونلجا الى البريدج او الجسر اللي هو زي ما موجود حاليا في الشاشه او بيبقى في مشاكل صحيه لا تسمح ان احنا نقدر نعمل زراعه في الحاله دي لازم برضو بنلجا الى البريدج او الجسور. كل ما خلاف الاسباب اللي احنا قلناها لا هنروح لزرع الاسنان. نروح لزراعه الاسنان طبعا. طبعا الفيديو ده بيورينا ميزه الزراعه عن التركيب. طبعا امتى ما اعملش تركيب؟ امتى ما نعملش تركيب؟ موانع عمل التركيب. التركيبه الثابته قصدك زي الجسر مثلا ولا زي الكراونز؟ لا الكراون يعني انا ما اعتقدش ان في حاجه تمنع الا لو في مشكله في اللثه بتاعه الاسنان لازم نعالجها او لو في كسر طولي في السن لا في الحاله دي لازم نخلع السن ونبدا نستعيد عنه ببريدج او اللي هو الجسر او الزرع. دي تقريبا الموانع اللي تمنع لكن غير كده لا مفيش اي حاجه تمنع ان احنا ايه الحاجات اللي لازم المريض والدكتور ياخد باله منها انها متوقع انها تكون مشاكل تكون محاذير حول التركيبات الثابته؟ اللثه صحه الفم عامه الهايجين بتاع الاورال هايجين صحه الفم عامله ازاي؟ ان انت اي تركيبه بتعملها بيبقى فيها جزء كبير من نجاح التركيبه دي على المريض مش على الدكتور. الدكتور بيتاكد ان هو عمل الكراون عمل التحضير بالطريقه المطلوبه عمل الكراون او لزق الكراون بالطريقه الصح المارجنز او الحواف كلها مقفوله مفيش اي اللاجز او اللي هي مفيش اي نتوءات طالعه من الحواف بحيث انها تحشر اكل. انت في الحاله دي دور الطبيب انتهى. المريض بقى عليه دور كبير في البيت لازم يبدا ينظف اسنانه كويس لازم يبدا يستخدم غسول الفم او الماوث ووش لازم يعتني بصحه الفم. لو احنا عملنا التركيبات والمريض لم يعتني فالتركيبات لازم هتفشل. هتفشل ليه؟ ان صحه الفم او اللثه هتبدا تلتهب هيبدا يحصل تاكل في العظم ممكن تبدا الاسنان تتحرك ونبدا نفقد الاسنان. مش التركيبات بس اللي هتفشل لا الاسنان اللي موجوده اصلا هتبدا تبقى عرضه ان احنا نفقدها. هروح للفينير بقى. الفينير حاجه دلوقتي العالم كله عايز يركب فينير. ده الترند يعني باور اوف فينير بالظبط. هي الفينير زي ما قلت لك كتير قوي من الناس دلوقتي بدات تشوف ان في مشاكل في شكل اسنانها اسنانها بتعمل لها احراج في بعض المناسبات الاجتماعيه في اشغالهم الكلام ده كله فبداوا يفكروا ازاي يجملوا اسنانهم. واحنا الحمد لله عندنا الايرا دلوقتي بتاعه الكونزرفاتيف دنتستري او ان احنا ازاي نبقى محافظين مش عايزين نروح للتلبيس على طول والكراونز والكلام ده كله فبتروح للطبقات. الطبقات دلوقتي بقينا بنقدر نعمل بيها حاجات مرعبه يعني نتائج مرعبه. ليه؟ ان احنا بنقدر نعمل برد خفيف للاسنان لو في فراغات في الاسنان لو في بروز نقدر نعمل كل الكلام ده بالفينيرز برد خفيف على السطح الخارجي ونبدا نحط الطبقات. فزي ما قلت لك لون بيتغير شكل كامل للابتسامه بيتغير
علم الديزاين بتاع يعني ان انت تديزاين الابتسامه ده بقى علم كبير يعني. يعني انا درسته في امريكا ودرسته في انجلترا ان انا ان انا اوصل ان انا اقدر يعني اصمم ابتسامه. زمان اول ما اتخرجنا من الكليه كنا ما كانش في حاجه اسمها تجميل اسنان، كان شكل اسنان وحش طيب اوكي بتاخد مقاس تبعته للمعمل، المعمل يعمله على مزاجه يجي الله اسنان شكلها احسن بكتير من اللي قبل كده الحمد لله. طبعا الامور دي دلوقتي اختلفت تماما، بقى في حاجه اسمها يعني انتوا بداتوا مثلا بجوليا روبرتس بتتكلموا، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اسنان جوليا روبرتس لو بنتكلم على اسنان بس، لو جبنا لو انا شفتها او جبنا مرايه او هي وقفت قدام المرايه تركز على اسنانها بس هتطلع 100 مشكله فيها. بس ايه جمال اسنان جوليا روبرتس او امثله كتيره جدا غير جوليا روبرتس، الهارموني اللي موجود، الديزاين اللي معمول التصميم. ماشي مع شكل الوش كامل، تصميم الاسنان ماشي مع الوش. لو انت جيت تعمل اسنان ركزت على الاسنان بس ثق تماما بنسبه 90% انت مش هتقدر تعمل ديزاين حلو. ممكن تعمل لون اسنان شكلها حلو، لون اسنان حلو او شكل اسنان حلو، لكن على الوش تلاقيه دايما في مشكله. انت لازم عشان تصمم ابتسامه لازم تصمم ابتسامه ملائمه للوجه مش للفم، للوجه كامل. لازم تبقى عارف فين المقاييس اللي بتقدر تشتغل عليها، ايه النقط او الكيرفات المهمه جدا عشان تقدر تعمل الديزاين او تقدر تصمم ابتسامه، وبعد كده تقدر تعمل التصميم المناسب لشكل الوش. تمام. حلو قوي. هقف عند السيرك كجهاز. جميل. خدمكم السيرك جامد، وطبعا انتوا يعني عشاق التكنولوجيا يعني السيرك خدم تصميم الابتسامه كتير قوي. كانت كام يعني؟ عشان المقطعيه. بص هقول لحضرتك على حاجه، السيرك هو جهاز بياخد اوردر ان هو يصمم الاسنان. احنا بنرسم بنعمل التصميم طبعا، او في ديزاينرز الحقيقه بنستعين بيهم بيبداوا يعملوا التصميم على الاسنان، ولكن هرجع واقول لك ان السيرك تاني هو لسه ما توصلش ان هو ياخد صوره البني ادم او صوره المريض عشان نقعد نصمم عليها الابتسامه. انا اللي بيهمني دايما الصور والفيديوز اللي احنا بناخدها للمريض وهو بيتكلم وهو بيضحك وهو بيهرج وهو الكلام ده كله وهو بيكشر كل الكلام ده كله، ونبدا نعمل تخيل للتصميم ونبدا نشوف التصميم ده هيناسبه ايه، هنطول الاسنان هنعرضها هنصغرها الكلام ده كله، ونبدا يبدا الديزاينر يبدا يصمم اكوردنج للديسكشن بتاعنا الاسنان. السيرك زي ما انت شايف كده، السيرك هي مبينه الاسنان بس مش مبينه الوش. فلو الطبيب المعالج مش فاهم يعني ايه يصمم ابتسامه، يبقى احنا كده رجعنا ان احنا بنصمم اسنان مش ابتسامه. تمام. الاسنان دي انت لو عملتها كده مش فاهم يعني ايه الوش ومش فاهم ايه الكيرفات اللي في الوش ومش فاهم كل الكلام ده، انت هتعمل اسنان شكلها حلو قوي على السيرك بس هتحطها في بق المريض بنسبه 95% مش ملائمه للوش. وده اللي بيحصل دايما في حالات كتيره لما يكون الدكتور ما عندوش خبره او ما عندوش علم تجميل الاسنان. هنا مثلا احنا عملنا فينيرز. حلو قوي. ايه المشاكل يعني؟ هل الفينير بلا مشاكل تبدو بلا اي حاجه؟ انت قلت لي في الكراونز او التركيبات الثابته خلي بالك من اللث، خلي بالك من الاورال هايجين. طب الفينير نفس الكلام؟ لا، كير اكتر كمان. يعني احنا دلوقتي الاورال هايجين لو في الكراون احنا مطلوب مننا يبقى 100%، ففي الفينيرز مطلوب يبقى مننا يبقى 200%. ليه؟ انها طبقه ملزوقه على السن. لو احنا سمحنا ان يبقى في تراكم اكل عشان احنا او بلاك يتكون على الفينيرز، ده طبعا هيؤدي الى فشل الفينيرز وهيؤدي الى امراض للثه. فكل الكلام ده هنرجع تاني ونقول اهم حاجه عندنا احنا الدكتور بيعمل ابتسامه شكلها حلو جدا وطلعت والبيشنت مبسوط والامور الطبيه كلها تمام، هل ده كده معناه ان انت سيف؟ سيف لو انت او انت امن، لو المريض محافظ على اسنانه وعلى صحه الفم. ما حافظش على صحة الفم، أي حاجة هتتعمل في الفم هتفشل. لازم نبقى احنا متفقين 100% على الموضوع ده. وأنا دايما لما بيجي المرضى في العيادة سواء هنا في مصر أو في الإمارات أو في دبي، كلامي دايما معاهم أنا دوري بيتمثل في 30% إن أنت هتطلع الأبتسامة بتاعتك كويسة والأسنان سليمة والطبقات أو الكراونز معمولة بالطريقة الطبية الصح. 70% بتاعت نجاح اللي احنا عملناه متوك عليك، صحة الفم، تنظف أسنانك صبح وليل أتليست،
وصول الفم تتابعني كل 6 شهور في العياده. الحقيقة أن الحوار معك ممتع دائما، وسعداء جدا بزيارتك، وسعداء جدا بالأداء الرائع العالمي اللي بتعملوه في ماسك كلينيكا جويل، ومجموعة علمية، مجموعة طبية علمية على أرقى مستوى متنوعة، والتنوع هنا لا يعني الاختلاف ولكن التنوع يعني التكاتف والعمل الجماعي في النهاية اللي بيصب لمصلحة الأرض. بالظبط. نورتنا وشرفتنا، وضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد حبشي كان في واحدة من أهم حلقاتنا، التركيبات الثابتة والفينير وتصميم الابتسامة، وفي النهاية العمل الهام جدا اللي بيقدم دليفري للعيان ابتسامة وشكل جمالي متميز، ولكن بمعايير مهمة منها على الدكتور مسؤولية والمريض يحمل أيضا مسؤولية. خليكم شايلين شوية مسؤولية وخليكم على الناس الحلوة. هل هناك حلول لسمنة المفرطة غير عملية جراحية؟ في ناس بتخاف تقول لك أنا هعمل جراحة، لا احنا نعمل انهي عمليه من عمليات السمنه؟ 3 عمليات لتحويل المسار. العمليه عشان تعتمد بتاخد 20 سنه. نسبه سرطان القولون، البروستاتا، الثدي، كل ده في المرضى اللي بيعانوا من السمنه. ايه القول الفصل؟ الجايد لاين في الدباسات؟ الدباسات لازم تستخدم مره واحده. جراحه السمنه مش سطحيه، الحوار فيها تفاصيل دقيقه جدا. جراحه السمنه حاجه والتجميل ده حاجه ثانيه. الأستاذ الدكتور شريف حتحوت، أستاذ جراحات السمنة المفرطة وجراحات المناظير، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات المناظير. أهلا بكم. حقيقة النهاردة حوار مهم وممتع وعلى درجة علمية شديدة القوة وشديدة الوضوح في عالم جراحات السمنة. ليه بقى؟ خليني أكلمكم كلام مهم جدا. الناس اللي عندها سمنة مفرطة اللي عندهم درجة ثقافة وبدأوا يدرسوا الموضوع عن قرب، وده نسبة كبيرة جدا، من كتر الكلام اللي اتقال في بعض وسائل الإعلام اللي مش منضبطة قوي في حوارها لخبطوا الناس، بدأت الناس تتلخبط. نقاط اللخبطة جاية فين بقى؟ ايه نقاط اللخبطة؟ اول نقطة لخبطة طبعا هو احنا نعمل انهي عملية من عمليات السمنة؟ خلاص طبعا في نقطة قبل كده، هل هناك حلول لسمنة المفرطة غير عملية جراحية؟ فمثلا يذهب مريض السمنة المفرطة في اتجاه البالونة، يحاول ان هو يخسس نفسه بالبالونة فيفشل، يحاول ان هو يخسس نفسه بأنظمة غذائية، الوزن المفرط قوي ده صعب قوي السيطرة عليه بأنظمة غذائية. طبعا في بقى حاجات يعني سخيفة جدا زي الأجهزة، ده سخافة ما بعدها سخافة. مفيش حاجة اسمها واحد عنده سمنة مفرطة أنا يوم على شوزلونج وأعمل له جلسات بجهاز من برة يخسسه، الكلام ده كله نصب، الكلام ده كله مش حقيقي، محدش هيخس ملي بجهاز من برة. بعد ما عدينا المرحلة دي من اللخبطة نيجي للمرحلة التانية اللي هي مرحلة اللخبطة. طب أنا هعمل إيه جراحة سمنة؟ هعمل تكميم ولا تحويل مسار؟ مريض السمنة المفرطة بيقف قدام الحتة دي كتير أحيانا، وخصوصا لو هو عنده درجة ثقافة أو لو هو متردد بطبعه، فهو هيلاقي حتة زي ما يقولوا يتلكك في التردد فيها. ثم طب أنا عندي سكر، طب أعمل تكميم ولا تحويل المسار؟ لفترة طويلة كان الكلام الكلاسيكي اللي هو يعني انت هتاكل مثلا أكلة فلانية روح اشتريها من حتة الفلانية، فهتعمل عندك سكر هتعمل تحويل مسار، خلاص كلاسيك. هل ده دلوقتي في الدوريات العلمية وفي المؤتمرات وفي الحقيقة العلمية الموجودة في العالم بيعملوا كده؟ خلاص انه سكر يعني تحويل مسار؟ طب وتكميم المعدة دوره في سكر ايه؟ ده احنا النهاردة نفاجأ بكلام جديد ومهم جدا، ومش جديد يعني مستغرب، ده جديد العالم كله أبروفد عليه. طيب الحاجة التانية، طب مين اللي يخس اكتر؟ هل تحويل المسار بتخسس اكتر ولا تكميم المعدة؟ ثم ظهر اسم او عملية ظهرت في فترة من الفترات الكلام عنها، مش ظهرت هي، الكلام عنها ظهر، اسمها البايبارتيشن او ثنائي القطبين او التقسيم ثنائي القطبين او
واتيفر، هي واحده من عمليات التحويل المسار او السب تايب، يعني منتميه تحت مظله تحويل المسار، هنتكلم عليها. ايه الفرق بين السادي والساسي؟ وده مهم قوي عشان في خلط بين العمليتين دول عند الناس. فالنهارده حوار شديد الاهميه، والنهارده هنحط زي ما بيقولوا النقط على حروف كتيره، وهنضع سبوت ضوئي على الخطأ والصواب، ونشوف الحقيقة فعلا ورا اللي أنا قلته ده. هل السكر هتعمل له إيه؟ هل التخسيس في دي أكتر من دي ولا إيه؟ هل في عملية ملهاش فيتامينات بعديها؟ أسئلة كتيرة قوي. ضيفي العزيز قمة علمية كبيرة في عالم جراحات السمنة، وأعتقد إنه هذا الموضوع القوي يحتاج إلى هذا اللقاء القوي مع الاسم الكبير على المستوى العربي والاقليمي والعالمي، استاذنا استاذ الدكتور شريف حتحوت. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك، اهلا بيك يا دكتور. الحقيقه انا بدات يعني بدايه ساخنه. عايز الاول اسال حضرتك عن الفوضى او اللخبطه او زي ما يقولوا الكونفليكت الكبير دلوقتي في جراحات سمنه عند المرضى، وربما عند بعض كتير من الجهات القلبيه. ده صحيح. لانه دلوقتي المرضى بتوع السمنه المفرطه الحقيقه بقوا يعني بيخشوا على الانترنت وبيتفرجوا هنا وبيشوفوا هنا، فبيجي لهم كميه معلومات الحقيقه انا شايف انها مشوشه. انا بيجي لي اسئله كتيره جدا على السكر زي ما حضرتك قلت، واني عمليه الساسي وثنائيه التقسيم. في ناس بيقولوا لهم الساسي دي عمليه رهيبه، هي دي يعني. لكنه الحقيقه انا جاي مع حضرتك النهارده، ويمكن انا جبت لحضرتك هنا المرجع العلمي. اللي هو بيسموه المرجع العلمي لجراحات السمنه المفرطه. هو ده اللي هو الاي اس ام بي اس، تكس اوف بارياتريك سيرج، اللي هو الامريكان سوسايتي اوف بارياتريك اند ميتابوليك سيرج، او الجمعيه الامريكيه لجراحي السمنه والسكر، اللي هي بتحط الجايد لاينز لجراحين السمنه على مستوى العالم. وبانه مصر جزء من العالم، فاحنا لازم نمشي حسب الجايد لاينز اللي هم بيحطوها. ليه لازم نمشي؟ لانه دول بيطلعوا ابحاث من سنترز اول اوفر ذا وورلد، كل العالم بيجمعوا في اقل ورقه علميه بتنزل بيكون فيها 20,000 30,000 40,000 مريض، بيجمعوا النتائج وبعد كده بينزلوا لنا الايه؟ الجايد لاينز. بحيث انه لما بيقولوا العمليات المعتمده هي كذا وكذا وكذا، دي بتكون بناء على تجربه وبناء على فولو اب للعيانين على مدى 20 سنه. علشان ينزلوا لك يقول لك احنا دلوقتي ابروفد للعمليات دي. الاول اخر تحديث لسه نازل من شهرين، اخر جايد لاين، كنا بنقول انه السمنه المفرطه لو معدل كتلة الجسم ازيد من 35 ومعاك عندك سكر او ضغط او ازيد من 40 تعمل عملية. اخر تحديث قال لك لا، اذا كان معدل كتلة الجسم 30 فازيد 30 نزلوا 30، لا انت كانديديت تعمل عملية من جراحات السمنة، لانه انت مهدد بكل الامراض اللي ممكن تكون مصاحبة للسمنة. وعايز بس اذكر السادة المشاهدين ايه معدل كتلة الجسم سريعا كده، ان احنا بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. يعني ايه مربع الطول بالمتر؟ يعني لو واحد طوله مثلا 170 سنتي فيبقى متر و7 من عشره، نضرب 1.7 او 1.7 في 1.7 طلع 3، وزنه 90، يروح قاسم الوزن على 3، 90 على 3 30، ده اسمه معدل كتله الجسم. المفروض الايديال ان لو حصل القسمه ده يكون من 18.5 لغايه 25، لغايه 25. ده لقوا كمان انه لو ازيد من 25 معدلات الوفاه من السمنه بتزيد. ازيد من 25 عشان الناس تقول لك انا شايف واحد قال لك انا ما باكلش وزني كويس، لا ده انت هي مقياس علمي. يبقى انت لو معدل كتله الجسم ازيد من 30 مش من 35، ازيد من 30 انت كانديديت انك انت تعمل جراحه من جراحات السمنه. وما تخافش، انا في ناس بتخاف تقول لك انا هعمل جراحه، لا، لقوا انه الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه اللي هي في معدل كتله الجسم ازيد من 30 مهوله. مهوله، انكلودنج دلوقتي نزلوا ده سرطان، نسبه سرطان القولون، البروستاتا، الصدر، كل ده في المرضى اللي بيعانوا من السمنه ومعدل كتله الجسم ازيد من 30 مش من 35 ومش من 40. ايه هي العمليات المعتمده بقى؟
انا بقوله لك ده يمكن انا عشان بس عشان الموضوع ما فيهوش نقاش اصل يعني انا لما مش متخيل ان احنا لسه بنتناقش ما هي العمليات المعتمدة لانها معروفة. نمرة واحد اكثر العمليات بتجرى على مستوى العالم من جراحات السمنة هو عملية تكميم المعدة او سليف لابروسكوبيك سليف جاستريك، تكميم المعدة بالمنظار الجراحي. تاني عمليات هما تلات عمليات لتحويل المسار هنقولهم. تالت حاجة الباند اللي هو الحلقة لابروسكوبيك ادجستبل جاستريك باند اللي هي الايه الباند اللي حوالين الايه المعدة. دول وفقط العمليات المعتمدة لجراحات السمنة. تكميم معدة، تحويل المسار، وله تلات انواع المعتمدين. نمرة واحد تحويل المسار المصغر، نمرة اتنين تحويل المسار الكلاسيكي، نمرة تلاتة اللي بيجرى في سنترز في اسبانيا وايطاليا سادي اوبريشن، اسمها تحويل سادي وليس ساسي. الفرق في الحرف اس ودي وهنشرحه دلوقتي. ثم الحلقة اللي هي لابروسكوبيك ادجستبل اللي هو حلقة المعدة. دول هم العمليات المعتمدة. فأي نقاش بره هذه العمليات المعتمدة هو نقاش بيزنطي، ما يعني ان هو من الجايد لاينز ولا هو معتمد عالميا، فما فيش داعي ان احنا ايه نذكره اصلا. انا رايي كده هم دول العمليات المعتمده. طيب يعني هنقف هعكس السؤال، مين العمليات الغير معتمده عشان برضو ااكد. هو ده السؤال المنطقي هنا الاعلام. علمنا لما حضرتك هتاكد على النقطه لازم اسال على النقطه العكسيه. اول واحده مش معتمد، دي مجرمه، اللي هي تدبيس المعده. تدبيس المعدة، الناس بتخلط بين تدبيس المعدة وتكميم المعدة. تكميم المعدة دي عملية بتجرى بالمنظار، بنستأصل 85% من المعدة وبناخد الجزء المستأصل ده ونطلعه بره البطن ونديه للمريض بعد العملية كده في جارة. دي بتجرى بواسطة دباسات ودبابيس امريكاني، كلها امريكية الصنع، زي ما بتعملها هنا، زي ما بتعملها في امريكا، زي ما بتعملها في انجلترا. هو نفس الدبابيس ونفس الدبابيس بالمنظار. الدباسات دي حاجة آلة كده بتقص وتدبس في نفس الوقت. دي اسمها تكميم المعدة. يعني ايه تكميم معدة؟ يعني بنحول المعدة لبدل ما هي حاجة قد كده بالونة لحاجة زي الكم بتاع القميص او الكم بتاع البدلة، عشان كده سموها بالعربي تكميم المعدة. ده تكميم المعدة. تدبيس المعدة دي دي عبارة عن بيخش يضرب دبوسين كده وبيعملوها حتى بالجراحه المفتوحه، ما بيعملوهاش بالمنظار، يعني يفتح البطن ويروح حاطط الدبوسين وخلاص، وساعات يحطوا شبكه. فهو كده بيعتقد او كانوا يعني ان هو بيضيق مسار المعده. طبعا دي عمليه انتهت خلاص، محدش بيعملها ومحدش بيذكرها، ومضاعفاتها خطيره، مضاعفاتها خطيره، ومفيش اي جراحه دلوقتي من جراحات السمنه بتجرى بالجراحه المفتوحه. يبقى تدبيس المعده دي خلاص دي انتهت، محدش بيعملها ومجرمه. اللي احنا نشوفها دلوقتي تكميم، دي التكميم بالمنظار، فتحات 1 سنتي بيخش القلب. العمليه الثانيه لسه لم تعتمد دوليا، رغم ان في التكميم في تدبيس، معلش احنا رغم ان في التكميم في استخدام للدباسات للقص، للقص يسموها قص المعده، يعني استئصال 85% من المعده. حتى في الخليج يسموها قص المعده، هي بتشيل 85% من المعده، وبالتالي حجم المعده بيقل خالص. لكن تدبيس المعدة اختفت، ده مش موجودة. يعني انا لو حضرنا مؤتمر واتكلمنا عليها هيقول لك انت ايه اللي بتقوله ده، ده حاجة يعني عيب يعني. العملية التانية مسكت هي اسمها ثنائي التقسيم او whatever يعني، فباي بارتيشن او اللي هي ساسي اوبريشن. بس عشان الناس تفهم ايه كلمة ساسي دي جاية منين، هي اس اي اس اي، اس سنجل يعني واحدة، اي انستموزز وصلة، اس تانية سليف، اي إليا اللي هو الامعاء الدقيقه. فهي ساسي اختصار سنجل انستموزز سليف إليا، يعني بيعمل سليف، دي اول حاجه. بيعمل ايه سليف؟ بيعمل تكميم المعده. وبعدين يجي يجيب اول 2 متر من الامعاء ويروح موصلها بالايه بالمعده، فبيسموها ساسي لانه سليف إليا. سليف يعني معده السليف، والإليا اللي هو الامعاء الدقيقه. دي اخترعها واحد، يعني قالها واحد انا مش فاكر، واحد مكسيكي او حاجه. هو قال لك انا بجمع بين التكميم وبين تحويل المسار والاكل زي لما هينزل في البرازيل. بس مش معتمده لسه لم تعتمد.
الاكل قال لك هينزل من السليف، هيروح نازل على الايه، على الوصله، شويه وشويه هينزل في مساره الطبيعي زي ما احنا شايفين، وبالتالي بيحصل شويه امتصاص، فمش هيحتاج ياخد فيتامينات ايه ومكملات غذائيه طول العمر. لكن في الواقع انك انت لغايه دلوقتي ما تقدرش تحكم الاكل هيمشي فين، يمكن يمشي كله في مسار الطبيعي، يبقى انت عملت وصله من غير اي فايده، وفي نفس الوقت عرضت المريض انه ممكن يحصل له ريفلكس اللي هو ارتجاع العصارة الصفراوية تنط في المعدة على المريء دي تعمل، وفي نفس الوقت لم تفيد ولم يثبت انها افادت في زيادة انقاص الوزن عن تكميم المعدة او تحويل المسار، وبالتالي هي حتى الان لسه لم معتمدتش. انا قلنا العملية عشان تعتمد بتاخد 20 سنة، يعني تحويل المسار المصغر دي ابتدت سنة 97 مع دكتور، قبل ما اعتمدوها لسه بقالهم يعني بعد 20 سنة ما يشوفوا ايه الافكت بتاعتها. الحاجة الثالثة عملية طي المعدة، في عملية طالعة اسمها طي المعدة، ما بيستخدم ايه طي المعدة دي، ان هو بيجي ويكشكش المعدة يعني بالبنزار بيخش وبالخيط بيقلب المعدة على بعضها، بيسموها طي المعدة او gastric plication. طي المعدة الناس بيلجأوا ليها ساعات لانها ما فيهاش تكلفة، ما فيهاش اصل الدباسات والدبابيس دي غالية لانها كلها امريكاني فدي بالخيط بيكشكش المعدة كده، زي ما عندك حاجة قد كده انت بتكشكش برضه مش معتمدة، مش معتمدة. واللي بيحصل ان المعدة بترجع تاني لحجمها لان بتستند، لان الخيوط دي بتفك. والحاجة التانية ساعات بيحصل انفكشن ما بين الثنايا، الاكل بيتحشر وانت مكشكش المعدة كده ويحصل فيها البكتيريا ويحصل ريحة النفس تبقى مش حلوة. وبيحصل معاها برضو ريفلكس اللي هو ارتجاع للحامض للمريء، فمش معتمدة ومش موجودة عندنا في اي انيميشن ودورنا عليها مش موجودة خالص. بس فينا يعني في ناس بتسأل عليها اللي هو gastric plication او طي، بيسموها طي المعدة، بس الناس تفهم يعني طي المعدة وتدبيس المعدة وساسي دي العمليات الاساسي، والكشاشه غير معتمده مش معتمده. التدبيس المعده دي جريمه، دي جريمه مجربه تدبيس بتفتح البطن وبتعمل عمليه ملهاش لازمه، وبيحطوا شبكه وبيحصل التصاقات منها والعين بيرجع يتخن تاني، يا اما بيجي له انسداد ومحدش بيعملها. دي العمليات المعتمده ودي العمليات الغير معتمد. ما كلمناش، ما اديناش حق الباي باس اللي هو تحويل المسار. احنا قلنا في نمره واحد تحويل مسار مصغر، نمره اثنين تحويل مسار كلاسيكي، نمره ثلاثه تحويل مسار من نوع سادي. المصغر دي سهله، بيعمل جيب، الفكره كلها ايه؟ ان هو بيصغر حجم المعده، بيخش يعمل جيب من المعده برضو عن طريق الدبابيس والدباسات، ويعد من بدايه الامعاء 2 متر ويروح جايب الامعاء دي وموصلها برضه لازم بالمنظار. كل حاجه بالمنظار، كله بالمنظار، اربع خمس مرات، ويروح موصلها بالجيب الصغير ده. فانت هنا عملت حاجتين، الحاجه الاولانيه انك صغرت حجم المعده وبالتالي كميه الاكل هتقل، اهو ده الجيب اهو اللي بتقل. وبعدين يجي الاكل هينزل من الجيب ده على الامعاء بعد اول 2 متر، يبقى اذا اول 2 متر من الامعاء مش هيمر عليهم اكل. اشمعنى يعني اول 2 متر؟ دي المنطقه اللي بيحصل فيها امتصاص الدهون والسكريات. فلما ما يعديش عليها اكل مش هيحصل امتصاص لحوالي 70-75% من الايه الدهون والسكريات اللي انت بتاكلها. فبالتالي بتخسس، وفي نفس الوقت بالنسبه للسكر بتعمل بتخفف مرض السكر، او خلاص بيبقى كنترول. دي الفكره في تحويل المسار الايه؟ المصغر. تحويل المسار الكلاسيكي ده اللي هو كان الاول بيسموه ده جولد ستاندرد، كان هي العمليه اللي هي تاج جراحات السمع. نفس الفكره بتاعت تحويل المسار المصغر، بيعمل جيب وبعدين برضو بيوصل الامعاء بعد ما يقطعها، يقطع الاول امعاء ويطلعها لفوق، يبقى في وصلتين، اكل ينزل من المعده من الجيب ده على الامعاء ويختلط بالعصاره البنكرياس على بعد متر ومتر ونص من نزوله. يبقى في ايه؟ وصلتين. اروح جاي قاطع عند الامعاء هنا. بيقطع هنا اهو وياخد الامعاء هنا يطلعها لفوق. ده اللي هو بيسموه الاليمنتري ليمب اللي هينزل فيه الاكل، والجزء اللي تحت ده اللي هو متوصل اللي فيه العصاره الصفراويه، يبقى الاكل هينزل هيختلط بالعصاره الصفراويه تحت. بيقولوا كانوا يعني بيقول لك علشان ده ما بيحصلش هنا ارتجاع. ارتجاع يعني العصاره الصفراويه دي مش عايزينها ترجع تنط على المريء لانها بعيده عنه قوي. دي تحويل المسار الايه؟ الكلاسيكي.
وثالث حاجه اللي هو السادي اوبريشن. قبل ما نروح للسادي قبل ما نروح للسادي السكر بقى ايوه السكر. خلي سيدي ده لوحده عشان السكر. لا احنا زي ما قلت في المقدمه من ضمن برضو الحاجات اللي بنقف قدامها كتير دي من الحاجات برضو اللي هذا التكست بوك حاططها وانا فاتح على الصفحه بتاعه هذا الجزء المهم هو انه مريض السمنه لو معاه سكر من النوع الثاني كان لفتره طويله نردد دائما انه يتعمل له باي باس تكميم مالوش دور او مش هياثر فيه بشكل كويس. هنا في كلام جديد مختلف تماما اسمعوا من حضرتك. شوف اولا بالنسبه انك تكميم المعده والسكر زي ما انت شايف حضرتك هنا منزلين دراسه على 20,000 مريض مصاب وشافوا الريميشن اوف السكر اللي هو السكر انخفاض مستوى السكر انخفاض مستوى السكر فلقوا بعد تكميم المعده النسبه 80% بيحصل 8.3 بعد تحويل المسار 80% يعني النسبتين متقاربين لما كانش التكميم اكتر يعني فهم درسوا عايز ايه الموضوع ده يعني. هل الموضوع بس عشان الوزن بينزل جزء منه كبير طبعا انما الوزن بينزل لانه الخلايا الدهنيه زي ما انت حضرتك عارف بتخلي الايه الانسولين ما بيشتغلش كويس بتخلي فيه ريزيست بتخلي فيه مقاومه لعمل الانسولين فاما الوزن بينزل الانسولين بينشط يبقى كويس مش بس كده بقى عملوا دراسات ودراسات دي احنا عملناها كمان طلع انه بيطلع بعد السليف هرمون اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد بيطلع هرمون من الامعاء الدقيقه هرمون اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد بيحسن من اداء الانسولين بيخلي الانسولين يشتغل وبالتالي ده بيساهم في الشفاء من مرض السكر يبقى اذا تكميم المعده مش بس علشان الاكل اللي انت بتاكله قليل ووزنك بيخس لا ده كمان فيه هرمونات بتطلع من الامعاء الدقيقه بتساعد على نشاط الانسولين. طب قالك ليه الهرمونات دي بتطلع ليه؟ يعني ايه علاقه تكميم المعده بهرمونات تطلع؟ قالك ما هو تكميم المعده زي الانبوبه كده في الاكل بتزحلق بيبقى فيه بينزل بسرعه بيسموه رابيد ترانزيت اوف فود. لما بينزل انتقال سريع من الاكل انتقال سريع من المعده للامعاء قال لك زيه زي الباي باس ما هو الباي باس الاكل فيه فتحه فبينزل من الامعاء على بيتزحلق برضه بسرعه على الانتسم فلقوا الهرمونات اللي بتطلع هنا زي الهرمونات اللي بتطلع وده يفسر ليه تكميم المعده بيحسن وبيحصل ريميشن وبيحصل انخفاض في مستويات السكر في ايه في الدم الا اذا حطوا برضه جايد لاينز اللي هو لو العين بيسموه سويت ايتر اللي هو بحب الحلويات مش ده بيسموه بعشق للحلويات يعني مش ما يقدرش يعيش مدمن لازم كل يوم يعني مش ما يقدرش هنا يبقى يستحسن نعمله تحويل مسار او الحاجه الثانيه قال لك اللي هو ان كنترول دايبيتس ميليتس يعني السكر بتاعه 700 و600 ومأثر بقى على الكلى ومأثر على العينين ومأثر على الاطراف فانا عايز عمليه بسرعه ان هي ايه تنزل هذا المستوى من العالي من السكر بسرعه فقال لك ده ممكن نعمل له ايه تحويل المسار حاجه ثالثه بقى طب لو واحد مريض سكر وما هوش مريض سمنه يعني مريض سكر سكر عالي ومعدل كتله الجسم لسه مش فوق ال 30 يعني. لو فوق ال 30 خلاص ده هنعمل له تحويل مسار او عمل او تكميم عشان كده هم حتى يقول لك ايه ويل دو بارياتريك سيرش ما بيقولوش تعمل لازم ده تسيبوها طب لو هو اقل بقى من انت معدل كتله الجسم 30 انت هتفاجئ حاجه غريبه جدا مثلا في بروفيسور مشهور في الصين بيعمل لعيانين السكر اللي معدل كتله الجسم لغايه 27.5 بيعمل لهم سليف بيعمل لهم تكميم المعده للسيطره على ايه على مرض السكر شوف فهنا في دي تحت الدراسة وتحت الدراسة بقوة اللي هو تأثير انك لو انت عندك مريض سكر ومعدل كتلة الجسم تحت 30 يعني ما انتش في مرحلة سمنة مفرطة ممكن بيعملوا 27.5 ده مليان شوية ما بيعملوا له دلوقتي جراحة من جراحات السمنة للسيطرة على السكر والغريب انه بيعمل سليب بيعمل تكميم معدة مش تحويل المسار بيعمل تكميم ما هو احنا خلاص احنا لقينا انه اكرر تاني في كل الدورات العلميه كاتبه انه الريميشن اوف تايب 2 دايابيتس ميليتس خلي بالكم في التكميم بيصل الى 80.3 وفي تحويل المسار المسار 80% ده دراسه على 20,000 يعني حاجه غريبه جدا ما هم شرحوها ما هو خلاص ريميشن يعني انخفاض مستوى السكر من نفسه
ادي علاقه السكر بجراحات السمنه. دي برضو من الفاكتورز او من العوامل اللي فيها عدم وضوح لغايه دلوقتي. لما اقول عمليه غير معتمده زي السادي اراجع السادي اساسي 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 ما معنى غير معتمده؟ يبقى احنا كمرضى او كناس مش مفروض نعملها. مش مفروض نعملها. احنا هنمشي حسب الجايد لاينز بتاعت دي جايد لاينز عالميه يعني عندهم بيدرسوا على مستوى العالم كله بيجيبوا نتائج من امريكا ومن انجلترا ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن البرازيل ومن الفارس ويجمعوها ويشوفوا ايه النتائج ايه المضاعفات وعلى مدى 20 سنه وبعد كده ايه يعني زي ما بقول لك تحويل المسار المصغر اللي هي اكتر عمليات تتعمل يعني مع عمليات كتير اخذت 20 سنه عشان تعتمد عشان نشوف ايه المضاعفات بعد هل دي ليها تاثير ما لهاش تاثير. يبقى العمليات المعتمده الثاني تكميم معده تحويل المسار المصغر تحويل المسار الكلاسيكي حلقه الباند اللابروسكوبي باند اللي يسموها حلقه المعده والسادي دي عمليه خاصه شويه عمليه يعني تقيله شويه بس وليها مراكز ليها مراكز بتتعمل في اسبانيا وفي ايطاليا دي السادي السادي اللي هو بعمل التوصيله بالاثنى عشر سادي دي السادي دي دي يعني ديودنم ديودنم يعني الاثنى عشر اي اليال اليال اللي هو الجزء الاخير من الامعاء بوصل الاثنى عشر بجزء الاخير من الامعاء دي اسمها السادي اوبريشن تجمع بين التكميم وبين تحويل اللي احنا شايفينها قدامنا بين التكميم وبين تحويل شوف الوصله فين بعد المعده في الاثنى عشر دي نقطه عند الاول جزء من الاثنى عشر دي هي السادي اوبريشن تجمع بين التكميم وبين تحويل المسار نزول الوزن هنا برضه رجوع رجوع الوزن او نزوله ما هي نفس المبدا اللي هو بقى ايه مريض كان سمين طب هينزل في قد ايه هيرجع ممكن ولا لا هيرجع شوف انت طبعا حضرتك انا على فكره ببقى سعيد وانا بتناقش معاك لانه طبيب نابه بتستفز فبتطلع مني كلام ما بعرفش الرجوع زي ما ريكارنس بس مش كده احنا نيجي ندرس في الطب ريكارنس او الرجوع لاي ورم شلته في الدنيا فبيقول لك اسباب ريكارنس ايه يقول لك اول حاجه باد تشويس اوف ذا اوبريشن انت اخترت العمليه الايه الغلط نمبر 2 باد دوينج اوف ذا اوبريشن انت عملت العمليه غلط نمبر 3 نون كومبليانت بيشنت او مريض غير متجاوب غير متعامل يبقى الوزن ممكن يرجع بعد جراحات السمنه في نسبه اسبابه ايه نمره 1 انك اخترت العمليه الخطا يعني ايه اخترت يعني مثلا رحت عملت طي المعده رحت عملت مش عارف تدبيس المعده انت كنت راجل سويت ايتر وبتاكل حلويات بجنون ومش قادر تستغنى عنها خالص رحت عملت تكميم ما ينفعش ما صحيح حجم المعده قل بس انت طول النهار عمال تاكل في شوكولاته وايس كريم انت مدمن حلويات يبقى انت كان المفروض هنا تعمل ايه تحويل مسار يبقى انت عملت العمليه الايه الغلط نمره 2 او انت عملت الجراح عمل العمليه غلط باد دوينج اوف ذا اوبريشن مثلا في تحويل المسار المقاسات بتاعتك ما قستش 2 متر مظبوط عملت تحويل على اقل من كده فحصل امتصاص فرجع الوزن او انت حضرتك بتعمل تكميم زي بعض الناس بتضايق منه يقول لك التكميم دي عمليه سهله العمليه دي مش عمليه سهله ليها مقاسات وليها بارامترز وليها مليون بحث نزل انك تبتدي مثلا نقص المعده فين على بوابه المعده ولا تبعد عنها 5 سم ولا ده عشان يقولوا نوصل ان احنا نبتدي لازم نبعد 5 سم من بوابه المعده عقبال ما نبتدي دي خدت مثلا سنين ابحاث يبقى اذا انت عملت العمليه ايه غلط مش عارف تعمل سليف تكميم مظبوط سبت قبه المعده قبه المعده دي اللي بتطلع هرمون الجوع 75% او 80% من هرمون الجوع المفروض بعد العمليه يبقاش عندك احساس قوي بالجوع انت ما مش عارف تشيلها عشان هي الجزء ده ملتصق بالطحال فانت خايف انك تفصله من الطحال انت مش متمرن فعملت العمليه غلط عشان كده دايما بنقول برضو الجمعيه الامريكيه دي الاخوه دول حطوا برضو جايد لاينز مين اللي يعمل جراحات السمنه فقال لك لازم واحد يكون معاه دكتوراه في الجراحه العامه مش دكتوراه في التجميل يعني انت لما تيجي حتى هم دكاتره التجميل المحترمين كلهم انا شفت ناس جم قال لك جراحات السمنه حاجه والتجميل ده حاجه ثانيه انت عايز تعمل شفط او عايز تعمل شد بط دي وظيفه جراح التجميل لكن عايز تعمل جراحات سمنه دي وظيفه بتاع ايه جراح العام فقال لك اول عايز يكون معاك دكتوراه في جراح العام ليه؟ ده السؤال انت بتخش بالمدار جوه البطن
البطن دي فيها بتقابل قدامك كبد وطحال ومعرض انك انت يحصل اي حاجه وانت يحصل نزيف، فانت بقى انت متمرن عارف ازاي تتعامل مع المضاعفات. يبقى لازم تكون ايه؟ دكتوراه في جراحه. نمره اتنين، لازم تكون ليك سب سبيشاليتي بتاع جراحات مناظير، انت متمرن لعدد معين من جراحات المناظير. نمره ثلاثه بقى، قال لك عايز تبقى جراح سمنه، نمره واحد لازم تكون عامل 200، تكون مساعد في 200 عمليه، ادي اول حاجه، وماسك الكاميرا في 100 عمليه مع الجراح، وبعدين تساعد الجراح يساعدك الاساسي في 50 عمليه لما تقول على نفسك ان انا ايه؟ جراح بقى ايه؟ برياتريك سيرجن، ان انا بقى بتاع جراحات سمنه. دي هي ايه؟ البم. العامل الثالث للفشل اللي هو نون كومبلينت بيشنت، او المريض مش متجاوب، ما بينفذش التعليمات، الناس تلعب رياضه عشان معدل الحرق يزيد، بنقول لهم لازم تشرب ميه كتير. احد مثلا الحاجات اللي انا عايز برضه اقولها للمكملات الغذائيه، لما تيجي تاخد زي مثلا حديد وكالسيوم بعد العمليه، ما تاخدش الحديد والكالسيوم مع بعض. ايوه، ما تاخدش القرصين ليه؟ بيقول لك لما تاخدهم مع بعض الاثنين بيتخانقوا مين يمتص الاول، فالاثنين يضافوا، ما بتستفدش منهم. فتاخد القرص مثلا الحديد الاول، وبعديها بساعتين تاخد قرص الكالسيوم يعني. ولازم تتابع بعد كده مع دكتور تغذيه متخصص. حد هيقول لي انت هتقول لي بعد انا عملت عمليه وبعدين هتبعتني تاني الدكتور يعمل رجيم، انا ما بقدرش اعمل رجيم. لا، احنا مش بنبعتك عشان تعمل رجيم، احنا بنبعتك عشان الراجل يديك اكل صحي هيشبعك وكل حاجه، انت هتحس بالشبع بس علشان ما يبقاش عندك نقص فيتامينات. ولازم تتناول المكملات الغذائيه بتاعتك مظبوط، ولازم يبقى في تحليلات كل 3 أو 6 شهور عشان لو في نقص فيتامين دي تاخده، نقص فيتامين بي 12. دي هي اسباب ايه؟ رجوع الوزن. طب رجع الوزن بقى نعمل ايه؟ شوف، احنا كنا بنقول في الاول تكميم معدة اكتر عمليه. لو رجع الوزن نتيجه اي عامل من عوامل التيتا، نحب نسمع كلمه تحويل المسار، ما نحبش نسمع التكميم تاني. يعني لو انت عامل حلقه مثلا وخسيت ورجعت، او عامل تكميم وخسيت ورجعت، لا، نخش في تحويل المسار. ليه يعني؟ فسروها يعني. قال لك انت لما بتعمل تكميم معده او الحلقه، انت بتعمل حاجه اسمها ريستريكتيف اوبريشن، يعني انت قللت الحجم، فانت بتقلل كميه الاكل، فجسمك اتعود على ان كميه الاكل اللي بتخش له قليله، والجسم بيتحايل فيقوم مخفض من معدل الحرق بتاعه. فانت لو جيت تكرر تاني تعمله نفس العمليه دي، ما هو الجسم اوريدي اتعود، فبرضه هيقلل الحرق فمش هتستفيد. يبقى لازم تعمل ايه؟ تحويل المسار. يبقى في حاله رجوع الوزن بعد عمليات سواء التكميم او الحلقه، نحب نسمع على طول كلمه نعمل عمليه تحويل المسار، مصغر بقى او كلاسيكي، ده موضوع تاني يعني. طب في قضيه مهمه عايز اخد منك الراي الفصل النهارده واستفيد من وجود حضرتك معانا، وهي قضيه الدباسات. دي قضيه عايزه حلقه لوحدها، بس برضو ايه القول الفصل، ايه الجايد لاين في الدباسات؟ لانه للاسف في السوق المصري في دباسات غير معتمده، دباسات غير حقيقيه، يعني مش دباسه فعلا بتاعت الجراحات دي، وفي كارثه اسمها استخدام الدباسه اكتر من مره. لا شوف، هم بص، في اصل انا نفسي بس الساده الاخوه المشاهدين يفتحوا لي، ما عادش في سر. كان زمان ممكن حد يضحك على ده، انت مكتوب كل هم شركتين، كوفيديان دبابيس، كوفيديان وجونسون، هم دول الشركتين الامريكيين المعتمدتين على مستوى العالم. يا كوفيديان يا جونسون. ونزل دلوقتي انواع من كوفيديان وجونسون، منزلين حاجه اسمها تراي ستيبلر اللي هو مور سكيورتي، يعني اللي هو الدبابيز اللي الدباسات صفوف اللي فيها 3 صفوف من الدبابيز. يعني قصدي اقول لك دلوقتي بقت الحقيقه الدبابيس والدباسات بقت هاي التكنولوجيا بتاعتها عاليه جدا، بحيث ما بقناش نسمع او نشوف كلمه التسريب دي كتير. الدباسات لازم تستخدم مرة واحدة، دباسة تستخدم مرة واحدة. فرق بين الدباسة وبين الدبابيس عشان الناس تفهم، بس الدبابيس ده اللي هو بيسموها ايه، زي طلعات الرصاص كده، الغيار، الغيار دي بتتحط في ايه؟ في دباسة، هو المسدس ده، ده اللي بتضربه كده يروح قاطع ومدبس. فالدباسات تستخدم طبعا مرة واحدة، لان استخدامها اكثر من مرة بيأثر على سلامتها نفسها، ممكن تيجي مره وانت بس نقل الامراض من واحد. فاذا موضوع الدبابيس والدباسات ده موضوع يعني متفق عليه،
وما فيش حد يقبل ان هو يعمل له حاجه غير يا كوفيديان يا جونسون وتكون الدباسه تستخدم المره واحده. ايه اكتر الحاجات اللي بتضايق حضرتك دلوقتي بتسمعها بتحصل في السوق؟ بيضايقني حاجتين. الحاجه الاولانيه اذا بسمع انه موضوع التسريب او انه حد اتاخر في تشخيص التسريب مما تسبب في وفاه. لان موضوع التسريب ده موضوع بيشغل ناس كتير، ناس كتير قوي بتخاف من موضوع التسريب. اولا هو نسبته 1-2% على مستوى العالم يعني. ما دام انت عملت العمليه بروفايدد، يعني انت عملت العمليه مظبوط ودبابيس مظبوطه ودباسات، في ستيل في يحصل 1% ممكن قد يحدث ايه تسريب، ما بقاش نشوفه دلوقتي. لكن لازم تعرف ازاي تشخصه بدري. هو كل قصته انك تشخصه بدري. كل ما تشخصه متاخر كل ما تبقى مضاعفاته على المريض عاليه جدا. التسريب ده ببساطه يحصل خرم في المعده كده، فالاكل والشرب يطلع من المعده على جوه تجويف البطن، يعمل التهابات والتهابات في الغشاء. لو شخصته بدري هتقدر تخش بدري وتنظف المنطقه دي. وبعدين سهل دلوقتي بيجي حد بتاع مناظير جهاز هضمي بيدخل ستنت اللي هي زي انبوبه كده، تخش جوه وتاكل وتشرب. بس الاكل بينزل فيها 6 أسابيع لغايه لما الخرم ده يلحم. لكن لازم تشخصه بدري. تشخصه بدري ازاي بقى؟ في ناس بقى ايه يقول لك هي اعمل اشعه اللي هي الجاستروجرافي اللي بيعملوها ثاني يوم واعتمد عليها وخلاص. قال لك ما الاشعه ايه ما فيهاش حاجه؟ لا، احنا اشعه بالسبب. اشعه بالسبب. اهم حاجه التشخيص الاكلينيكي. اهم حاجه الايه؟ ليه بقى؟ لقوا انه في الاشعه دي حتى لما بتعملها فيها انت عارف حاجه اسمها فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف. يعني ممكن انت تشوف ان مش باين في الاشعه تسريب بس يكون فيه. او العكس. او العكس تقول فيه تسريب وما فيش. فالكور بتاعنا هنا هو ايه؟ التشخيص الايه؟ الاكلينيكي. ايه بقى التشخيص الاكلينيكي؟ 3 حاجات سهلين جدا. حرارة عالية، ألام شديدة في البطن، نبض سريع. هتقول لي بقى يعني ألم في البطن ما تاني يوم العملية واحد بيبقى لسه عامل عملية يعني شوية صح. حرارة ماشي برضو ممكن أول 2-3 في 38 ده من العملية من التروما نفسها انت للأنسجة وبتاع. لكن الحاجة اللي تخوفني قوي بقى اللي ايه لما احط ايدي على النبض كده والاقي فيه ايه نبض سريع تاكي كارديا. يعني عملت عملية تاني يوم لقيت نبض العين 120-130 انت بقى هنا اخد بالي اقعده جنبي واتابعه واشوف واعمله اشعة واعمله كات سكان. ولو شكيت حتى لو مش متأكد دي سهل تخش التاني بالمنظار وتبص لو في اي حاجه بتقدر انك انت ايه تتعامل معاها. دي اكتر حاجه بتبقى انوينج مزعجه شويه بس زي ما اقول لك نسبتها قلت قوي مع الدبابيس الدباسات الجديده فما بقتش مشكله، ما بقاش نشوفها كتير. وزي ما قلت لك التعامل معاها سهل لما تتشخص ايه بدري. لكن لو انت بقى راجل مهمل وقلت العين روح يا عم ده شويه حراره خد ما جراش حاجه انت لسه عامل عمليه وبتاع وثلاث اربع ايام تفوت يجي لك بقى بحراره 40 والام شديده وبطن منفوخه يبقى انت كده ايه حاجه ما يصحش. الحقيقه الحوار معك ممتع ما بعدها متعة. دايما بنتظر هذا الحوار. سعدني وشرف كبير لينا ودك وقبولك دعوتنا ان انت تيجي تتعب نفسك وتيجي عشان نسمع المعلومات الاكثر دقه، المعلومات الرائعه الموثقه المهمه جدا. ما الاكثر دقه يعني الموثقه، يعني ما احنا في جراحات السمنه وفي العلم الطبي كله ما فيش حاجه اسمها معلومات فروم ماي سيلف من نفسي. صح. لا هي المعلومات اكوردنج. وطبعا يعني انا احييك واشكرك واقدرك ان اللي كمان جبت لنا تكست بوك. يعني 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 ايه يعني ان حضرتك تتعب وتشيل هذا التكست بوك الكبير، فده معناها تقدير للعلم. لانه ما ينفعش ان انا اقول معلومات مخالفه للجايد لاينز، لان الجايد لاينز دي مش بتاعه حد معين، دي بتاعه منظمه عالميه. بالظبط يعني. بالظبط كده. شرفتنا وانستنا وشرف كبير لينا. ده شرف ليا والله. سعيد جدا جدا ان انا اكون مع حضرتك يعني. ده شرف ليا انا يعني القيمه العلميه الكبيره، استاذ الاساتذه في هذا المجال وواحد من الكبار والاسماء العالميه في عالم جراحات السمنه استاذنا استاذ دكتور شريف حتحوت، كان في واحده من ادق حلقاتنا على الاطلاق. انا بقول ان الحلقه دي حلقه مرجعيه مهمه جدا للمرضى ولشباب الاطباء ولكل من يحاول ان يجعل جراحه السمنه سطحيه الحوار. لا، جراحه السمنه مش سطحيه الحوار، فيها تفاصيل دقيقه جدا. واعتقد ان احنا بننفرد بهذا المستوى الرفيع جدا جدا في عالم جراحه السمنه، في سواء الدكتور او في الناس الحلوه.
الحمد لله رب العالمين احنا اللي قدمنا جراحات سمنة للشرق الاوسط وما زلنا نحافظ على الاستاندرايزيشن بتاع هذه الجراحة اللي المصريين فيها هم الرواد بلا منازع. واحد من الرواد الكبار كان ضيفي العزيز في هذه الحلقة استاذنا استاذ دكتور شريف حتحوت. نورت بس الله يخليك، خليكم دايما معنا. سلام. اسمح لي ان ارحب بنجوم وايتي. المواطن المصري المواطن العربي بيجيلك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنة اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاترة. ده علم يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم، احنا بارعين جدا في العمل الفردي لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي ترضي المريض هي الخطه العلاجيه، الوظيفه والشكل. عمل فردي لا انت فاشل. الابتسامه دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصه، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معنا ولا انا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضه نفسها مش معموله من ماتيريال واحده. ترتيب الشغل ما بيننا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهلا بكم. الحقيقة في عالم الطب كله في ما يسمى الآن بإيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر. دايما كان المصريين يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، الوضع مختلف تماما وخصوصا في عالم طب الاسنان. طب الاسنان دلوقتي العمل الجماعي بقى فرض، بقى مفيش حد يقدر يقول ان انا هعمل منظومه ناجحه تتعامل مع مشاكل طب الاسنان ومشاكل المرضى الكبيره جدا في مصر، واللي الحمد لله الشعب المصري بدا والشعب العربي بدا يتقدم جدا في ثقافة الاعتناء بأسنانه إلا ما يكون في عمل جماعي. ضيف العزيز الاسم المتميز الكبير أستاذ دكتور نور الدين مصطفى، أهلا بك. أهلا بك يا دكتور، وحشني جدا. وأنت جدا جدا جدا. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. طبعا دكتور نور. صح طبعا، طبعا. وايتي إيليت مش طبعا. أنت سميته عشان بننقل مستوى العلاج لمستوى جديد، فقررنا أن احنا نسميه وايتي إيليت عشان نقول احنا بنقدم خدمة لناس إليت بشكل إليت أو بشكل متميز يعني. وطبعا الأول أنا بقول إن أنا محظوظ جدا إن ربنا أكرمنا وإن أنا بقيت مع فريق زي الناس دي. يعني أنا رأس مالي كله هو الفريق ده. المواطن المصري المواطن العربي ربما لفترات طويلة أهمل في أسنانه، فبيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل طبعا ما يقدرش يحلها شخص واحد. الحتة دي عايزك تشرح لي شوية قبل ما ندخل في نقاشنا مع الفريق. طيب، أنت النهاردة واحد بقاله 5-6 سنين ما جاش لدكتور أسنان، عنده التهاب في اللثة، احتمال يكون خلع أسنان، احتمال يكون عنده احتمال يكون محتاج تجميل. فبالتالي فكرة إن هو يخش للدكتور يعمل له علاج اللثة ويعمل له التركيبات ويعمل له علاج العصب ويعمل له الزراعه، الفكره دي عالميا خلاص ما بقتش موجوده. تيجي تعمل علاج عصب لسنه
بعد ما تعملها والكيس تدفع فلوسها تيجي تعملها تركيبات ما تنفعش. طب انت عملت ليه علاج العصب من الاول؟ علشان ما عندكش بلان او ما عندكش الفريق اللي بص فقال لك دي ينفع تتعمل علاج عصب، وبعد ما تتعمل دكتور التركيبات قال لك لا دي ينفع تتعمل تركيبه. لان لو ما تنفعش تعمل تركيبه يبقى هتحول الحاله كلها لمين؟ لدكتور الزراعه عشان هيخلع عشان هيعمل زراعه. يبقى انت الحاله ما تفضلش تلف وتروح عند دكاتره كتير، هي في نفس المكان بيتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. اسمح لي ان احنا نناقش اعضاء من فريقك. على فكره يعني انا اعتقد ان احنا هنعمل سلسله مع الفريق طبعا، وهذه السلسله النهارده هناخد جزء، معلش هنتعبكم تاني ونيجي تاني وناخد جزء، يعني هنعمل على الاقل 3 أو 4 حلقات. والناس لازم تتفرج. انا بدعو طلبه الطب الاسنان يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل دكاتره الاسنان الشباب يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل مرضى العالم العربي اللي عندهم مشاكل في اسنانهم يتفرجوا كويس جدا، لانه احنا هنقدم حاجه اسمها نموذج العمل الجماعي. لو ما لقيتش هذا النموذج للعمل الجماعي في اي حته في اي بلد عربي في طب الاسنان انت مش داخل مكان طب اسنان جيد، انا في رايي كده. تمام، هنبدا بضيفي العزيز الاستاذ دكتور ماجد زهدي، استاذ مساعد التركيبات الثابته وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور ماجد. اهلا بيك يا فندم، منورنا وسعداء بوجودك معنا النهارده. لكن انا طبعا عايز اسالك سؤال صعب قوي، وكان دايما الدكتور نور بيتكلم عنه في مطلع او في كتير من الحلقات، الخطه العلاجيه. هسالك الاول على الخطه العلاجيه، ايه المقصود بالخطه العلاجيه؟ هل ال دكتور ماجد المواطن المصري والعربي، وانتوا ليكم سمعه ما شاء الله في المنطقه العربيه كويسه جدا، عنده ادراك للمعنى الكلمه دي، ولا بيدخل تقول له الخطه العلاجيه يقول لك ايه الكلام الجديد اللي انتوا بتقولوه احنا ما سمعناش عنه قبل كده؟ ما هو ده كلام بجد بقى. تمام. واحنا يمكن فعلا فكره التخصص دي من اكتر الحاجات اللي احنا كلنا بنؤمن بيها، لان زي ما حضرتك قلت محدش يقدر يعمل كل حاجه بنفس الكفاءه. بالذات انا هتكلم على الجزء اللي يخصنا اللي هو التجميل والتركيبات الثابته. ده علم، احنا عندنا في الجامعه في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الاسنان، فده معناه ان احنا عشان نقدر نعمل تجميل بطريقه مظبوطه لازم الناس اللي تعمل الكلام ده يكونوا متخصصين في الجزء دوت. فاحنا هي دي الفكره، فكره الفريق ازاي ان يبقى في ناس متخصصين عشان يقدروا يوصلوا للنتيجه اللي المريض عايزها في الاخر. اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي ترضي المريض هي الخطه العلاجيه. طب ايه مفهوم الخطه العلاجيه ديت؟ ان المريض من اول يوم هيجي لنا يتعمل له تشخيص كامل، بنشوف كل المشاكل اللي موجوده عند المريض، بتبتدي تتكتب بالترتيب، تبتدي تتحط ليها العلاجات المختلفه، بنبتدي نتناقش مع المريض بحيث ان احنا نقدر نوصل للحاجه اللي هو عايزها باسرع وقت وباقل مجهود او تعب ليه، مع الحفاظ على الاسنان. طب عشان نقدر نعمل الكلام دوت ما ينفعش تخصص واحد يقدر يعمل الكلام ده، ده لازم كل مجموعه التخصصات اللي هي تركيبات، تقويم، علاج جذور، علاج لثه. ففعلا زي ما الدكتور نور قال هي بتبقى خطه كلنا بنقعد وبنعمل النقاش بتاعنا عشان نوصل للخطه العلاجيه ديت، وبيتم ابلاغ المريض بيها قبل ما نبتدي الشغل. يعني اول ما بيجي لنا المريض وخلاص حطينا له الخطه العلاجيه، من اهم الحاجات ان احنا ناخد الابروفل بتاع العيان على الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، عن طريق ان احنا نبتدي نعمل تصميم للابتسامه. طيب احمد محسن المدرس المساعد للتركيبات الثابته، واضح ان انتوا برضو عندكم حته انتماء يا احمد للفروع داخل بني مقر. شوف بص ماجد قال لك ايه، ده فريق التركيبات الثابته احنا الجامدين، واخد بالك كلهم ايه واخدين الحته الاولانيه وبتاع، هنشوف بقى الفرق اللي جوه الفريق. انت صح كده؟ صح. انا بدات القط برضه حاجه. طيب قول لي بقى ايه 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 ال ايه ال 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 احنا هو بصلك الكوره في ملعبك في حته مهمه جدا، حته القرار النهائي في الخطه العلاجيه، صح كده؟ صح كده. هو المريض لازم يكون فاهم ان احنا ما عندناش اسطمبه كل المرضى بتطلع نفس الشكل، وده الغلط اللي بيقع فيه تلات ارباع او معظم دكاتره السنان. هو اسنان مرصوصه زي ما الدكتور قبل كده وصفها باسنان شيكلتس بيضه كله شبه بعضه، انت زي اخوك زي ابن عمك، وده غلط.
هي الابتسامة بتبقى مصممة خصيصا ليك بأبعاد ببروبورشنز بنسب معينة لازم تبقى متقاسة كويس قوي. فعشان كده زي ما دكتور نور دايما يعني ماشيين بالسيستم ده، احنا المريض بيدخل بعد ما بندخل بعد ما بتفق معانا على خطة التجميل بتصور صور من انجلز مختلفة، صور دي تبقى هاي ريزوليوشن وديجيتال وبتصور بالديجيتال عشان نعرف نعمل الديزاين، والمريض لازم يشوفه ويبقى عارف ان هو مخصص خصيصا ليه. الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل كله بنفس الرصة، وده غلط. لازم المريض يبقى عارف زي ما دكتور ماجد شرح ان هيتعمل له ايه بالظبط. ما ينفعش المريض طبعا رأيه المهم وكل حاجة، بس المريض مش دكتور، المريض بيوجه للصح لي. فالديزاين ده مهم قوي المريض يشوفه يأبروف عليه، ممكن ناخد رأيه في حاجات معينة ونفهمه، حتى لو ليه تطلعات اكتر من كده بيبقى عارف ان في ليميتيشنز في سقف للحاجات دي، فيبقى عارف انا هوصل لشكل ده واحنا نعرفه ازاي هيوصله باحسن طريقه ليه. عظيم. هنروح للدكتور محمد مصطفى اخصائي التركيبات الثابته وتجميل الاسنان. ما زلنا مع فريق التركيبات اللي النهارده يعني متصدر المشهد. احنا بادئين بيه بس بادئين بيه مع... على فكره كل الاقسام مهمه جدا جدا جدا. الدوري شغال ونشوف مين اللي هيكسب. والمكسب الزملكاوي ماشي. قول لي بقى محمد، تجميل الأسنان أهميته كبيرة في عالم الأسنان عموما، صح؟ مظبوط تمام. التحضير بقى. والتحضير جزء مهم جدا في التجميل. مظبوط. يعني التجميل في عالم طب الأسنان ده راجل حاجة مهم، بس التحضير في التجميل هو حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معاه، ولا انا غلطان؟ لا بالظبط كده تمام. قول لي بقى، احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين احنا عاوزينه، فاحنا لازم نفكر احنا عايزين نوصل لايه ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي ونبتدي نحضرها بالطريقه المظبوطه بقى عشان نوصل لها بالطريقه المظبوطه، بحيث لا انا اقلل من التحضير بحيث الريستوريشن او الفاينل يطلع بالكي شويه او بارز قوي، ولا انا اشيل زياده من السن فاضطر اعمل علاج عصب ملوش داعي. تمام. على سبيل المثال مثلا عشان احنا بنبص على الديزاين، فتمام احنا عندنا مثلا فراغات مثلا بسيطه بين الاسنان عايزين نغير في لون السنه نطول السنه حاجه بسيطه، فاحنا مجرد بنعمل تخشين للسطح الخارجي من السنه وبنحط عليها قشره تجميليه ونسيب السطح اللي جوه ما نلمسوش خالص. في بعض الاحيان ما نقدرش نعمل الفينيرز او العدسات اللاصقه التجميليه بتاعت الاسنان دي، فبنعمل التحضير ازيد شويه لما يكون السنان بارزه لبره، لو مثلا عندنا في حشوات كتيره في الاسنان فنضطر نعملها بروتكشن او حمايه اكتر بعد علاج الجذور، فبنضطر نعمل التحضير داير ما يدور حوالين السنه بيبقى اكتر شويه من تحضير الفينيرز او القشور دي قشور التجميليه البسيطه دي، وبنعمل كراونز عليها. تمام. هو ده بالنسبه لتحضير الاسنان، لازم نشوف عايزين نوصل للديزاين، الديزاين بتاعنا هيبقى عامل ازاي ونحضر الاسنان على اساسه. طيب محمد، في التحضير المريض بيبقى متوتر جدا يعني قاعد لانه لسه ما شافش، وانت دلوقتي بقى ايه، هو كان جاي بمشاكل وانت دلوقتي في حاله التحضير اوريدي ما كانش ماليش ما فيش حلول لسه بانت، الدنيا لسه ما نورتش زي ما بيقولوا، ازاي بتعمل مع نفسيه المريض في الحاله دي؟ المريض عامة بيبقى شايف الشكل اللي هيوصل له في الاخر قد ايه، وده بيبقى اكبر موتيف ليه اللي هو يبتدي الشغل او يبتدي العملية التجميلية. بتوري له الحاجة؟ طبعا بيوري له، شايف شكل الديزاين قبل ما يبدا وشايف شكل التحضير بتاع الاسنان قبل ما يبدا، يعني عندنا صورة شكل تحضير الفينير او القشرة تبقى عاملة ازاي، وصورة تانية شكل تحضير الكراون، ومودلز كمان لشكل تحضير الكراونز بيبقى عامل ازاي يعني، فهو بيبقى متخيل الشكل اللي هيوصل له هيبقى عامل ازاي. حتى احنا بعد ما بنخلص التحضير في بعض الاحيان بندي المرايه للعيان يشوف شكل الاسنان بعد التحضير عامله ازاي، شوف هي بتبقى بالظبط زي الصوره او زي الموديل اللي هو شافه قبل ما يبدا الشغل. عظيم. طب تعالى نروح بقى للدكتور باسم محمود اخصائي التركيبات الثابته، ما زلنا في برضه التركيبات صح كده؟ طبعا. كل اللي قاعدين الفريق ده كله تركيبات. تعالى بقى خد بالك يا احمد، ما انا عارف التركيبات مسيطر. خد بالك. مسيطر. المواد الماتيريال دي ده عالم وعالم رهيب طبعا. والناس وصل لها معلومات من خلالنا، بدأنا نتكلم على الزركونيا، بدأنا نتكلم على الإيماكس، بدأنا نتكلم على انا هنافسكم بعد كده. احكي لي على المواد. هو التركيبات الثابتة عموما ليها يعني مواد وماتيريالز كتيرة جدا، وكل ماتيريال ليها بروبرتيز او خصائص مختلفة عن التانية. فور اكزامبل مثلا في ماتيريالز تتميز ان هي درجة لونها ودرجة الشفافية بتاعتها شكلها بيبقى ناتشرال جدا، فدي غالبا بنعملها في الاسنان الامامية. وفي تركيبات زي مواد زي الزيركونيا دي بتتميز ان هي عندها قوة صلابة وقوة تحمل عالية،
فدي من غالبا بنستخدمها في الاسنان الخلفيه. فلازم الدكتور المتخصص يبقى عارف خصائص المواد دي كويس جدا. يعني ما ينفعش ان يبقى الطبيب نفسه يبقى يعمل مثلا حاله زيركونيا، مع ان في دلوقتي ريسنت المونوليثيك زيركونيا ده ممكن نستخدمه انتيريور، بس ما بديناش نفس الدرجه الجماليه زي الاي ماكس مثلا. بس لازم يبقى الدكتور عارف كويس جدا خصائص كل ماده في استخدامها، وادعى زي ما دكتور محمد قال برضو ان كل ماده ليها طريقه تحضير معينه. يعني زي مثلا انا هعمل زيركونيا، فزيركونيا مثلا بتحتاج تحضير اكتر شويه من العدسات اللاصقه اللي بتستخدم زي الاي ماكس مثلا. فلازم ده بحر، ولازم الدكتور متخصص يبقى عارف خصائص كل ماده وكل ماده بنستخدمها في ايه بالظبط والكلام ده كله. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ انا هسال الدكتور وارجع لك نفس السؤال. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ مثلا انت شايف ان من الناحيه الجماليه هذه الحاله تستحق نوع معين من المواد، تمام، بس الراجل عنده عضه شديده وبيعض او عنده مشاكل فبيعض على اسنانه، حد يجي يقول لا ال 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 الماده دي مش هتستحمل مع الشخص دوت، فارجوك غير. حد من الفريق؟ لا مش حد من الفريق، ولا الدكتور ولا الحاله؟ الحاله نفسها ممكن تقول عندها صحه. الحاله ما احنا اللي بنقرر. وبنقرر انت شايف الفريق عامل ازاي؟ الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ الفريق الطبي الواعي بيعمل موديفيكيشن صح او ما بيتخض. في ناس اول ما يجي يشتغل ومش دارس الحاله كويس، اول ما يبدا يشتغل ويخش في الموضوع يلاقي الدنيا بدات تبوظ منه ومش عارف يلمها. لا، لما يبقى عندك فريق طبي دارس كويس وعنده خبره، وده مهم جدا. احنا عندنا ناس في الفريق ده عامله اكتر من 5000 حاله، فبالتالي خبرته اليدويه عاليه جدا. الخبره بتخليك وانت بتتعامل مع الحاله مطمن. دكتور فريد عماد الدين، دكتور فريد ازيك؟ فريد عندك سؤال مهم قوي بقى قوي، عايز اسالك على واحد من الاجهزه اللي كانت او احدثت حاله من حالات الثوره في عالم طب الاسنان. كان الاول اقصد بيه جهاز السيرك. جهاز السيرك احدث الثوره، لانه كان دايما الناس عندها تخوف انها تيجي طب الاسنان لاي سبب من الاسباب عشان الوقت. جهاز السيرك تحدى الوقت بقى، خلاص العيان يجي يبقى عنده مشكله جهاز السيرك بيصلح له وبيعمل له الحاجه وهو قاعد. فاحكي لي عن جهاز السيرك قد ايه افادكم. السيرك احد الانواع والاسامي التجاريه لفكره الكات كام نفسها. حضرتك تطرقت لنقطه ان موضوع الوقت والسرعه والكلام ده كله. طبعا الوقت والسرعه مهمين جدا ومن اهم الحاجات طبعا بالنسبه للمريض، بس ما ياثرش على حاجات معينه. حاجات معينه في صناعه التركيبه في وقتها، في لو احنا زي ما دكتور نور كان بيتكلم ان احنا في حاجات بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل بعض التعديلات في اللثه في الكلام ده كله، سرعه التركيبه مع اللثه والكلام ده كله مش بيبقى مظبوط. هو ده بقى فايده فريق العمل والتيم بتاعنا اللي يقرر اللثه لا محتاجه نقعد شويه، محتاجه نستلم ثاني يوم، محتاجه نستلم ثالث يوم، الكلام ده كله. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه، انا ما فيش ثيرد بارتي او طرف ثالث معانا في الموضوع اللي هو المعمل. المعمل كان طرف ثالث بالظبط، هو لا شاف العيان، لا شاف وش العيان، لا شاف شفايف العيان، لا شاف التحضير اللي معمول، لان المقاس ده مهما كان دقيق، الجبس اللي هيتصب بيه المقاس مهما كان دقيق، التكنيشن او الفني المعمل مهما كان متمرس وكويس برضه مش هيبقى زي الدكتور اللي شايف الحاله ومحضرها. يعني انا بقعد بصور العيان وابتدي في الديزاين، دكتور محمد او دكتور ماجد او دكتور احمد محسن اللي حضروا وشافوا الحاله قاعدين معايا بيشوفوا احنا رسمنا هنا ايه، حضرنا هنا ازاي، عملنا ايه. كل القصه دي بتقلل اعادات التركيبات وبتحسن دقتها وشكلها والديزاين بتاعها. ده غير ان المريض بيشترك معايا، يعني المريض صعب ان انا اخده معمل اوريه له. حتى لو استنيت 3 4 ايام قبل المعمل يجيب لي الحاجه ويبص عليها، هو ليه؟ هو المريض يشوف الديزاين او التصميم بتاع الابتسامه اللي هو موافق عليه في الاول على ارض الواقع بس على الكمبيوتر بشفايفه بوشه باللثه بتاعته بالكلام ده كله، ويقدر يقرر من خلاله لا ده مناسب، لا يا دكتور طب ممكن نعمل شويه ادجستمنت. المريض ما بيبقاش الموضوع بالنسبه له سيرتن ومظبوط 100%، لازم يبقى عنده تغيرات، لازم ياخد راي الناس، لازم يستشير. وجود ده كله مع المريض
في خلال يوم او يومين يجي يشوف الديزاين، ابعته له باي سوشيال ميديا ابلكيشن او اي حاجه ان هو يشوفه ومن البيت يقرر ويعدل ويوريه لقرايبه ويوريه لمامته ويوري يعني ايا كان الكوميونتي اللي هي او اللي هيوريه لهم يوريه مراته بالظبط اي حد بقى لما الست دي جبت كل الناس عايزين مشاكل او خطيبته او بس فهي بتبقى الموضوع ان العيان المريض يعني داخل معانا في القصه قوي شايف قوي ومقرر قوي وده بيقلل مشاكل استلام ومفاجاه استلام التركيبات بتاعتنا في الاخر. اسمحوا لي نرحب بضيف العزيز طبعا الدكتور محمد السمرائي استشاري تقويم الاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، اسم متميز وكبير. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. التقويم مهم وسؤال يعني كلاسيكي جدا، متى نلجأ للتقويم؟ يعتقد البعض ان التقويم ما ينفعش للناس الصغير، ايه رايك في هذا؟ او للكبير يعني او للناس الكبيره قوي ولا الصغير؟ لا، هو الحقيقه تقويم ملوش عمر محدد لانه بيعالج مشاكل متعدده، مشاكل في الاطفال ومشاكل في الكبار، لكن هو عشان خاطر الواحد يبقى دايما في الجانب الصحيح لازم يبقى على طول يعمل متابعة مع المتخصص في التقويم من أول سن الطفولة، يعني من أول ما يبدأ الواحد يبدل أسنانه لازم يكون ولي الأمر مهتم بأنه هو ياخد ابنه أو بنته ويروحوا للمتخصص في التقويم. يعني نقول سن 7 سنين 8 سنين لازم يروح ويشوف، حتى لو هو مش ملاحظ أن في مشكلة، وفي بعض الأحيان بلاقي في أب وأم مش ملاحظين المشكلة أصلا، ممكن أتجنب عمليات جراحية لو عملت تقويم بدري. فكل الحاجات دي مهمة طبعا في مجال التقويم، في عالم التقويم. طيب دكتور مصطفى طه، سؤال مهم جدا، وهو طبعا استشاري جراحة الفم والأسنان ومدرس جراحة الفم والأسنان من جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. سؤال يعني هيبقى مهم قوي عن مفصل الفك، هذا المفصل اللي مشاكله كتيرة جدا برضو، بما ان احنا بنتكلم عن التقويم، التقويم الجراحي، عايزك تحكي لي عنه حاجتين مهمين. طيب حاجتين مهمين، اول حاجه مشاكل مفصل الفك، يعني الناس ممكن تستغرب ان الموضوع ده بقى منتشر جدا، احنا بنتكلم تقريبا من 15 ل 20% من الناس المصريين او غير المصريين بيعانوا من عرض من اعراض مفصل الفك، بدايه من طرقعه وبيفتح وبيقفل بقه، بقه بيعلق مش عارف يفتحه كويس او فتحه مش عارف يقفله كويس، الام شديده مع الكلام مع الاكل، فده منتشر جدا جدا جدا، اسبابه متعدده وفيري كومن او شائعه جدا، زي لو العضه مش كويسه، وهنا ياتي دور التقويم، لو حد من هو صغير عضته مش كويسه دي ممكن تؤدي الى بعض مشاكل في مفصل الفك، لو بيجز على اسنانه الضغط العصبي، لو عمل حشوات او تركيبات مش معموله كويس، مش متراعي فيها المسافه بين الفك العلوي والفك السفلي، دي كلها حاجات بتؤدي الى مشاكل في مفصل الفك. علاجه برضو حاجات تتدرج من حاجات بسيطة جدا لعمليات كبيرة على حسب المريض ده جالنا بدري ولا جالنا متأخر. يعني احنا عادة بيبتدي معاه بحاجات اسمها نايت جاردز او عضادات بتقلل الضغط على مفصل الفك، ممكن نطلع بعد كده لحقن بوتوكس، او ممكن نطلع بعد كده لحاجة اسمها منظار على مفصل الفك، وفي حالات بسيطة جدا ممكن نحتاج نعمل تدخل جراحي. ده بالنسبة لمشاكل مفصل الفك. التقويم الجراحي هو زي ما قال الدكتور سمرائي، في مفروض علاقه ما بين الفك العلوي والفك السفلي، عند بعض الناس بقى عندهم بروز جامد في الفك العلوي او بروز جامد في الفك السفلي، هنا مش بتكلم المشكله جايه من اسنان، هي جايه من العظم نفسه. هنا بنحتاج ان احنا نعمل عمليه عشان نصلح البروز دوت. قرب المايك. نحتاج نعمل عمليه عشان نصلح البروز دوت، وطبعا برضو محتاج برضو التقويم معانا، يعني نحتاج التقويم يتعمل الاول عشان يحسن الوضع للعمليه ديت. اروح بقى للدكتور هيثم المعيرجي، يعني له شعبيه عندكم حلوه هيثم وانا بعزه يعني الحقيقه. منور يا هيثم. دكتور هيثم هو طبعا يعني المتخصص في الزراعه وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، جزء بقى مهم قوي في وعي الزراعه طبعا، يعني الزراعه مهم قوي، ازاي يعني دي حته تهمني انا في البطنه، نتعامل مع الحاله الصحيه للمريض اللي جاي يعمل زراعه، عنده نقص كالسيوم، راجل كبير في السن، كمان العظم مش كفايه، الحته اللي هي المشهوره قوي ودي بتخلي الناس على فكره تتاخر يا دكتور هيثم في انها تجيلك
ليه؟ يقول لك انا كبير في السن واعتقد ان حاله العظم عندي مش كويسه، لان سمعت الدكتور نور قال انه حاله العظم مهمه وفقدان العظم ممكن يعوق قدام الزراعه يعني، ويروح جايب هو قال الجزء من الكلام وما كملوش. فانا عايز اسمع منك الصوره العامه احنا يعني بنشوف ان الموضوع مرتبط جدا ببعض. يعني احنا في ناس بتتعامل مع العيان على انه حجم عظم، وده مش حقيقي في الزراعة. الحالة الصحية للمريض مهمة جدا. يعني دايما احنا بنأكد على الناس اللي موجودين في السنتر اللي بياخدوا الميديكال هيستوري من العيانين، ان كل ديتيل وكل تفصيلة في الحالة الصحية للمريض، كل دواء بياخده. مثلا مثال بسيط، العيانين اللي عندهم تعرضوا لجلطات قبل كده دايما بياخدوا أدوية للسيولة، ممكن ياخد كذا نوع من الدواء. الأدوية دي منهم أدوية بتشتغل على الصفائح الدموية مثلا، منهم أدوية بتشتغل على عوامل التجلط، كل واحدة ممكن تأثر معاه بشكل مختلف. يعني ممكن يجي عيان يقول أنا باخد دواء للسيولة، باخد دواء يعمل سيولة. طب حضرتك هو إيه؟ لا ما عرفش. لا ما ينفعش ما تعرفش، لازم نبقى عارفين هو إيه وجرعته قد إيه وبيتاخد بقاله قد إيه. الحالة الصحية للمريض مهمة جدا. إحنا بنسميها مش موانع زراعة ولكن العوائق الخاصة بزراعة الأسنان أو بأي عملية جراحية عموما. العوائق دي منها عوائق طبية، حالة المريض الصحية، الحاجات اللي بتستدعي إن إحنا نقدر نظبط حالة المريض الصحية عشان نقدر نعمله زراعة. هنراجع مع دكتور البطنة الأدوية بتاعته، إيه التحاليل المطلوبة عشان نعرف العيان ده عنده سيولة زيادة ولا لا، مرضى السكر إزاي نقدر نتعامل معاهم، الغدة الدرقية اللي عندهم زيادة في وظيفة الغدة الدرقية أو نقص في الوظائف أو شايلين الغدة عموما، بالذات في العينين اللي احنا بنزبطهم عشان نعملهم عمليات كبيرة تحت التخدير الكلي. ده جزء مهم جدا. أنا بشوف إنك تقدر تاخد دياجنوز الصحيح من العيان وتحط له خطة للعلاج واضحة، ده انت عملت أكتر من 50% من عمليات زراعة الأسنان. الجزء الثاني من الموانع اللي أنا بشوفها هي اللوكال فاكتورز أو الموانع الموجودة في الفم، ودي أنا شايف إن هي بتربطني ارتباط وثيق جدا مع دكاترة التركيبات. دكتور أحمد محسن طبعا اشتغلنا مع بعض حالات كتير، مش عايز أقول اسمه الحركي علشان وكل حد له اسم حركة طبعا. لا يعني مش كلهم، مش كلهم، مش فريق، مش هو محسن بالذات كده زي لعيبه الكوره كده بعد الهوا بنعرف اسامي الحركة. دكتور محمد السمرائي طبعا. يعني دايما الموانع دي تكمن ان هي ممكن تتمثل عندي موانع في العظم وحجم العظم وكثافه العظم، وموانع في اللثه، جوده اللثه، طبيعه اللثه اللي موجوده. كل واحده من دول بتستدعي ان انا اتدخل بشكل معين. او الحاجات الكومن جدا وبتعمل مشاكل جدا، المسافات اللي موجوده. انا يعني هشرح حاجه بسرعه كده ممكن تورينا قد ايه ممكن تعمل مشكله. عيانه جات لي عملت زراعه، يعني الدكتور قال لها انت محتاجه زراعه عظم، فزرعت عظم مره، وبعدين قال لها ده فشلت فزرعت عظم تاني، وبعدين زرع لها بعد كده زرع بعد تاني مره من زراعه العظم، ركب لها عليها سنه، اتصدمت لأن حجم السنة كبير جدا أكبر من السنة اللي جنبها، وكانت سنة أمامية اللي هي السنترال أول سنة. حتى هي بتقول لي أنا عدت عيط أول ما شفت السنة، فقلت له خلعها لي، فهو بيخلع السنة راح خلع السنة بالزرعة اللي كانت موجودة. كم من المشاكل رهيب. أول حاجة كان عندنا مشكلة في العظم وحجمه ما تعملش بشكل صحيح، لأن أنا اكتشفت أن المشكلة عندها في اللثة مش في العظم بداية. محتاجين الأول نرجع اللثة بشكل كويس عشان لما اعمل زراعه عظم تحمي العظم اللي انا هزرعه، فيبقى جوده العظم كويسه. وبعدين احط الزرع اكتشف ان المسافات عندها فيها مشكله، حجم السنه او حجم المسافه اللي موجود اكبر من حجم السنه اللي جنبها، فبالتالي لما جيت الدكتور يعمل السنه بقت اعرض من اللي جنبها. كان لازم ان هو يقول لها حضرتك ممكن تحتاجي تقويم عشان نظبط المسافات، وده الجزء اللي انا بتدخل فيه انا ودكتور سمرائي، ان انا اقول من العيان من الاول انت محتاج تعمل تقويم عشان نظبط المسافات علشان نقدر نعمل سناني بشكلها زي بعض. او ان انا اتدخل انا ودكتور احمد محسن او دكاتره التركيبات في ان احنا نعمل فينيرز او قشره تجميليه على السنه الثانيه فنظبط المسافات او نظبط عضه العيان. انا بشوف ان الدياجنوزس او الكشف على العيان
ووضع خطة طبية وان احنا يعني نظبط سيكونس الشغل ما بيننا او ترتيب الشغل ما بيننا، دي اهم حاجة في زراعة الاسنان. كالعادة مميز يا هيس. عايزين نعرف دكتور احمد محسن اسم الحركة ايه بس بعد هنروح بقى للدكتور ابراهيم الاباني اخصائي المتخصص في جراحة وزراعة الاسنان، وهسألك سؤال لاول مرة يمكن نسأله ونتكلم فيه بالتفصيل، الخلع الجراحي، وعايز اعرف ايه الفرق بينه وبين الخلع العادي، وبعدين بعد الخلع مباشرة هل هتسلمه لدكتور هيثم يعمل زراعة على طول ولا المسألة تبقى عاملة ازاي؟ طيب هو في الاول زي ما كان دكتور هيثم بيقول الموضوع بيمشي كسيكونس او كتسلسل. اوكي اول حاجة غالبا معظم حالات اللي بتتطلب خلع جراحي بيكون حالات دروس عقل مدفونة. اوكي طيب دلوقتي انا عايز اعرف هل الدرس ده محتاج يتخلع اصلا في الاساس ولا لا، فابتدي اشوف المعطيات اللي قدامي، بنبتدي نعمل دايجنوزز او بنعمل كشف، طبعا لازم يتعمل اشعة على الدرس ده، ولازم يتعمل في نفس الوقت كشف على اليونت او على كرسي الاسنان عشان نقدر نحدد هل المشكلة فعلا جاية من الدرس ده ولا ممكن تكون مشكلة في منطقة مجاورة، بس الوجع زي ما بنقول حاجة اسمها referred pain او الوجع ما اقدرش احدد مكانه فين بالظبط. يعني المريض بيكون جاي لي انا عندي وجع في المكان الفلاني بس مش قادر يحدد فين بالظبط. اوكي فبشوف المعطيات دي وابتدي احدد هل الدرس ده مثلا ممكن يكون عامل لي تآكل في السنة اللي جنبها، ممكن يكون مدفون عامل مشكلة قريبة من العصب او حاجة، فبحتاج ساعتها تدخل جراحي ان انا اخلع الدرس ده. بعد كده حضرتك كنت بتتكلم ان هل بعد الخلع ده ممكن نزرع ساعتها على طول بالظبط، على حسب الحالة. يعني لو بنتكلم في سنة تانية في حاجة مثلا قدام او حاجة غير درس العقل، ببتدي اشوف المعطيات برضو اللي موجودة قدامي، ببتدي اشوف الحالة العامة للدرس ده. يعني ممكن نقول مثلا في دروس بتتخلع بس بنبقى شايفين في الأشعة ان في تحتها مثلا كيس دهني او تحتها خراج او حاجة، فده بالتالي بيؤدي الى ان الزرعة ممكن يبقى فيها مشاكل قدام لو اتزرعت في ساعتها، لكن يعني بنضطر ان احنا او بنستنى شوية لغاية ما العظم يلم، بنشيل طبعا الحاجة الموجودة دي العدوى الموجودة دي سواء كانت خراج او كيس دهني او كده، وبعد كده بنسيب العظم يلم وبعد كده بنبتدي نقدر نزرع. لكن لو الحالة كويسة ومفيش فيها اي مشاكل وتسمح ان احنا نقدر نعمل الاميديت امبلانت ده بنقدر نعمله. عظيم عظيم. هروح بقى للدكتور مصطفى انور، طبعا مدرس علاج الجذور والراجل البارع جدا وصاحب المهارة المشهود لها بالكفاءة دي حقيقة فعلا، يعني مصطفى من الناس اللي ايدهم رائعة جدا. فمعلش بقى هبقى متحيز لمصطفى، انا لا عملت تقويم ولا انا، فانا خلينا ايه مصطفى قول لي. مصطفى شاطر جدا في الزراعه في الجزء في علاج الجذور اسف طبعا. وعلاج العصب. قول لي التقنيات الحديثه خدماتك دي يا دكتور مصطفى في الفتره اللي فاتت وخلت علاج الجذور هذا الشبح المخيف، الناس كلها بتخاف من علاج الجذور وده حاجه زمان. واقعيه يعني كان زمان دلوقتي لا، في متعه في بساطه في لا بجد في حاجه لطيفه جدا في علاج، ان انت كنت خايف جاي محمل بتجربه ان انت حاسس ان انت هتتالم وبتاع طبعا. وبعدين الله هو فين الالم فين الالم فين الالم، انت مستني اللحظه. في ناس والله بتيجي ثاني يوم تقول لك اه دكتور انا ما اتوجعتش. الله انتوا عالجتوني يا عم ولا ايه ولا ضحكت عليا. فانا عايزك تشرح القناه الحديثه اللي ساعدتك او طيب ساعدت عالم يعني علاج الجذور. اوكي خلينا في الاول بس نقول ان تخصص علاج الجذور هو تخصص دقيق، وهو من التخصص الدقيقة في طب مجال طب الأسنان. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا هو الاسم الدارج لي بالنسبة للمرضى هو علاج العصب أو حشو العصب زي ما بيسموه، فعشان بس لو فرض ان احنا قلنا كلمة حشو عصب يبقى المريض فاهم ان هي أصل الكلمة أو الأصل الكلمة العلمية هو علاج الجذور. طبعا التقنيات الحديثة أو الأدوات الحديثة الموجودة أو الأجهزة الحديثة الموجودة في مجال علاج الجذور تبتدي أول حاجة بالميكروسكوب الجراحي لعلاج الأسنان. الميكروسكوب الجراحي لعلاج الجذور ده بيفيدني إن أنا أقدر بداية من تشخيص الحالة. برضو أرجع وأقول أنا معايا أداة تانية أو جهاز تاني ممكن يفيدني زي إيه؟ الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد اللي بتخليني إن أنا أقدر أشوف الحالة وأقدر إن أنا تقريباً عالجت الحالة قبل ما أبتدي أصلاً أو إنني أبتدي أشتغل في الحالة دي أصلاً. طيب كشفت وعرفت وابتديت أشتغل،
الادوات اللي بتساعدني في الشغل بتاعي، عندي ادوات رفيعه جدا اللي هي المرضى بيحبوا يسموها الابر، وهي مش ابر ولا حاجه، اللي بتساعدني في تنظيف القنوات. كان زمان بنعملها بايدينا، دلوقتي بقى في حاجات خامات فيها مرونه اكتر عشان تمشي مع الانحناء بتاع الجذور، وفي نفس الوقت بتساعدني انها تنظيف بسرعه شويه. وبعد كده وصلنا لحد حشو القنوات دي بطريقه حديثه شويه. دي كلها الحاجات دي كلها ساعدتني ان انا اعمل علاج الجذور بدقه وكفاءه وفيها سهوله جدا من غير ما العيان يحس باي الم. علاج الجذور بقى ممكن في اكتر عدد قد ايه؟ يعني ممكن تقدر تعمل كم قد ايه في القعده الواحده؟ دكتور هيثم هيكلمنا في علاج الجذور بيتم في كم جلسه، بس هو يعني بيتم في جلسه واحده. بيتعمل في جلسه واحده. جلسه واحده. طب عايز كمان يعرف عدد، انا مش عايز ارد على السؤال عشان دكتور هيثم هيرد. عدد السنين اللي ممكن تعملها في نفس الجلسه. عدد السنين اللي ممكن تعملها في نفس الجلسه. عملنا ريكورد قد ايه؟ لا عملنا ريكورد كتير، مش عايزين يتحس دكتور نور بس. لا 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 تقولش الرقم بقى. مش هنقول الرقم بس احنا هقول لحضرتك، احنا از لونج از ان العيان فكه او عضلات الفك مساعداه ان هو يقدر يستحمل شويه، واحنا معاه مش هنقول لا. يعني as long as ان احنا قادرين ان احنا نشتغل والعيان قادر ان هو يشتغل والعيان مش حاسس بألم خالص، خلاص why not. انت رقمك القياسي في قد ايه؟ مش عايز اتحسد بقى خلاص. لا بس خلاص بلاش الحسد. بلاش ارقام. طيب هنروح للدكتور هيثم صبحي طبعا ماجستير علاج الجذور، وبرضه ما زلنا في علاج الجذور، وبيعجبني جدا ان كل عيله عندك يعني انا بسال يعني مصطفى يعني برضه ايه زي ما بيقولوا بالواسطه كده بالبتاع بزودت انا كده حته لو، فقال لي لا انا عايز دكتور مصطفى. ماشي الدكتور هيثم قول لي يعني برضو عدد الجذور ودور الاشعه المقطعيه اللي برضو يعني الدكتور مصطفى مر عليها، وطبعا دكتور نور يعني اتكلمنا عن الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه وهل المكان اللي ما فيهوش اشعه مقطعيه ده يعني هل ده شيء يسيء له؟ ايه الفرق بين ان انا ما يكونش عندي اشعه مقطعيه ولا مش معترف بقيمه الاشعه المقطعيه؟ لا الاشعه المقطعيه لها دور مهم جدا في علاج العصب. ازاي؟ يعني انا العيان اول ما بيدخل لي ببص على الاشعه بتاعته قبل ما ابدا شغل، ببقى باخد فكره عن الانحناءات اللي في الجذور بتاعه السنه، عدد قنوات العصب اللي موجوده عني في السنه او في الجدر ده. وده ممكن يكون احد اسباب فشل الحالات مثلا، كتير ممكن تجي لنا من بره متحوله لاعاده علاج عصب، بنعمل ري تريتمنت في السنه او في الجدر ده. العينه تقول لي يا دكتور انا رحت عند اكتر من دكتور وبيقول لي حشو العصب كويس ما فيهوش مشكله، طب ايه سبب الالم اللي انا حاسه بيه ده؟ ممكن نبص على الاشعه بنقدر نعرف ايه سبب المشكله دي. ممكن تكون في قنوات عصب مش مفتوحه، الدكتور ما قدرش يوصل لها. في قنوات عصب يعني المتدارج ما بين ان المعروف ان الضروس بيبقى فيها ثلاث قنوات عصب، لا ممكن توصل معانا لخمسه او سته، دي ما بتظهرش غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. السنه ممكن يكون فيها حاجه زي كراك او شرخ، ده مسبب فشل موضوع علاج العصب حتى لو كان معمول كويس. الحاجات دي كلها ما بنقدرش نتعرف عليها غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. ديت كم عدد الاسنان اللي ممكن نعمل فيها علاج جذور في الجلسه الواحده؟ زي ما دكتور مصطفى قال لحضرتك، ما دام العيان قادر ان هو يفضل فاتح بقه من غير ما يشتكي من الفك نقدر نعمل عدد كبير. عظيم. ما زلنا مع عائله علاج الجذور، نروح للدكتور وسام الخولي اخصائي علاج الجذور وعضو جمعيه الامريكيه. والسؤال دايما عن الاجهزه، هل الأجهزة دلوقتي بدأت تقول أنا الموجودة أنا الدور الأعظم ولا مهارة الدكتور؟ أكيد مهارة الدكتور، بس يعني إزاي نجمع الحاجتين مع بعض؟ ما أنا مش مهارة لوحدها من غير أجهزة برضو. أكيد طبعا. إيه رأيك؟ بص في البداية يا فندم أحب أرحب بحضرتك. الله يخليك يا فندم. دي أول حاجة. تاني حاجة شكرا يا وسام اللي أنت رحبت بيا، أنت الوحيد الوحيد اللي واشكرك طبعا. وسام بيتكلم زي ما انت عايز. الله يخليك الله يخليك. انا قاعد بص يا وسام ست اسئله هسالهم لك. الله يخليك. انت الوحيد اللي رحبت بيا وسام. ربنا يبارك في حضرتك حبيبي. مبدئيا انا طبعا متحيز جدا لعلاج الجذور بما اني اخصائي فيه. زمان زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم، كان العيان لما يجي يقول لي ده انا عندي الدكتور في عمل شكيني كده، قاعد يشكيني بحاجات زي الابر. دلوقتي احنا عندنا التكنولوجي والتقنيه الحديثه كلها، والشركات كمان من غير ذكر طبعا اسامي بدات تتنافس في الحكايه دي، واحنا عندنا كل عيان والتاني بقى عنده. ما اقدرش ان اقول ان مثلا حضرتك
عندك نفس القنوات العصبية اللي عند دكتور نور اللي عند دكتور وسام، لأن كل واحدة هتختلف عن التاني، وده طبعا بيبان بالأشعة المقطعية والمايكروسكوب زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم. فبالتالي الشركات بدأت تعمل إيه؟ قالت خلاص لا، أنا عندي دبابيس دي حاجات قديمة، أنا هبتدي أطور من نفسي وأعمل أجهزة أوتوميد بتشتغل، بس لازم يبقى الدكتور نفسه عنده خلفية كاملة وقوي في الحتة دي، إنه لازم يحدث من نفسه، لأن لو أنا جبت الحاجات دي وأنا ما عنديش الخلفية هعمل بيها إيه؟ مش هستفاد بيها، وكلها طبعا لمصلحة الدكتور ولمصلحة العيان في كذا حاجة. فبدأت الشركات دي عمل إيه؟ تطلع حاجة اسمها الفايلات، الإبر دي اللي هي الإبر دي اسمها فايلز، بدأت تطلعها بمقاسات مختلفة تناسب كل مريض، بمعنى إن أنا عندي مثلا القناة العصبية عند الناس الكبار بتبقى ضيقة شوية، الأطفال بتبقى واسعة جدا، فبتختلف المقاسات. فبدأت الشركات تعمل طب أنا عندي قناة عصبية فيها كيرف، يعني كيرف فيها انحناء جامد، فبدأت الشركات تعمل إيه؟ تقول لا، أنا هطور من نفسي وأعمل فايل يجيب اللي هو الإبر دي بنفس الانحناء ده، ومقاسات مختلفة وبتفضل مقاسات صغيرة لحد إيه؟ ما تعلى بيها. طيب أنا خلصت كل ده، عملت ونظفت والدنيا تمام والدنيا كويسة، هيفضل عندي الجزء الأخراني إن هو إن أنا هقفل القناة العصبية دي إزاي، وده اللي هنعرفه من دكتور علي السنباطي. هروح للدكتور علي السنباطي بقى، قول لي يا دكتور علي، المواد المستخدمة اللي قال عليها الدكتور وسام ورغم لك الكورة كده، قال لك بقى الدكتور علي هيقول لنا المواد المستخدمة فيه تطورت إزاي، قول لي بقى تطورت إزاي. هي مواد حشو العصب الطوارئ جدا، يعني بعد ما الدكاترة قالوا إن خلاص إحنا نظفنا القنوات وكل حاجة، تيجي للدور المهم جدا زي ما الدكتور وسام قال، حوار تقفيل القنوات أو حشو الجدر. حشو الجدر مهم جدا، لأن غالبا بيبقى ليه نسبة كبيرة جدا في فشل أو نجاح علاج الجذور بعد كده. يعني احنا دلوقتي بعد ما نظفنا بكل حاجة وتمام التمام، لازم ان احنا ننظف القنوات كلها، وبيبقى فيه قنوات فرعية للقناة الرئيسية. القناة الرئيسية ماشي احنا بنحشيها كويس وكل حاجة، لكن القنوات الفرعية دي هي بقى التقنية الحديثة دي اللي طلعت، اللي هي حاجة اسمها 3D obturation او حشو الجدر ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد ده كان زمان ما بقدرش ان هو يتيح لي ان انا احشي القنوات الفرعيه او القنوات الثانيه، دلوقتي انا بقدر احشي القناه الرئيسيه والقناه الفرعيه، بعمل حاجه اسمها سيل، يعني انا بقفل اي مجال لاي بكتيريا بعد كده ان هي ممكن تعمل لي مشكله او تسبب فشل في علاج الجذور اللي انا عملته. عظيم. المواد دي متاحة باستمرار؟ الدنيا غليت انت عارف، يعني لا هي متاحة، دي معناها ان انت عارف. لا هي متاحة، متاحة موجودة باستمرار. صعب جدا ان احنا نعمل كونكشن ما بين الطب، الاطباء بالميديكال تيرم باللغه الانجليزيه اللي بتفرض نفسها. انا بشكركم طبعا النهارده على انكم انتوا التزمتوا معايا الى حد 95-97% كده. احنا ما بنتكلمش ميديكال تيرم، يعني في الاول ناس قبل التصوير لو قعدوا معانا كلام انجليزي كله، انا بقى بتكلم والدكتور نور بيتكلم وكلنا عمالين كله انجليزي في انجليزي، والمريض جاي مش هيفهم الانجليزي ده، والمريض جاي بتطلعات معينه، والدكتور بيتكلم بخبرته وفهمه وبيتكلم طبعا بتلقائيه شديده على انه عارف الكلام. فالربط ما بين المريض والطبيب ده شيء صعب، وده دور مهم بتقوم بيه دكتوره اريج سالم. دكتوره اريج، يعني انا مبسوط طبعا ان انت موجوده معانا النهارده، يعني مصر. يعني الحمد لله لقينا في الاخر. يعني على فكره احنا الفريق الطبي عندنا فيه ما انا عارف الحمد لله، وانت جايب دكتوره اريج بس شكري اللي كانت موجوده يا سيدي، والله العظيم قعدت الرجاله اهم من اي حاجه، بس جت دكتور اريج طلبها جت خلاص الساعة وربع اللي جاية دي تحكي لنا اريج الساعة وربع ماشي. بس انا حابة قبل ما ابتدي في اي حاجة ان انا اقول كلمتين مهمين جدا. رحبي بيا الاول، هرحب بيك طبعا، رحبي بيه هو صاحب مجال، ربنا يخليك. بس انا حابة اقول كلمتين مهمين جدا، ان انا فعلا فخورة بوجود دكتور زي دكتور نور في مجالنا طب الاسنان، بلس ان انا فخورة ان انا اكون ضمن الفريق ده كله. انا فخورة جدا ان انا يعني فرد من الفريق ده. مهمتي هي مهمة تعتبر صعبة، عشان انا بكون حلقة الوصل بين الدكاترة وبين البيشنتس او الحالات. الحالة بتيجي يعني حالات بتكون متنوعة،
بمعنى مستوى تعليمي مختلف، أماكن عيش مختلفة. كمان في سنتر دكتور نور الناس بتيجي من كل حتة في العالم، بمعنى أن مش أي حد هتقدر تفهم اللغة اللي بيتكلم بيها أو اللهجة اللي بيتكلم بيها. مهم جدا أن أنت تكون أول حد بتقابل العيان أو الحالة وتكون متفاهم هي عايزة إيه، بمعنى أنك أنت تاخد منها كل الميديكال هيستوري أو التاريخ المرضي بأريحية. يعني مش تحقيق، بمعنى انت عندك حاجة، انت مريض، انت في حاجة، لا احنا ما نكونش اجريسيف، بالعكس احنا بناخدها بابتسامة وبنسأل المريض بطريقة اريحية. يعني احنا بنتعالج من حاجة، هو حضرتك بتشتكي من حاجة، يعني نكون في الكلام، مش هو اسئلة موجهة. فانا حلقة الوصل دي ان انا بوصل كلام الدكاترة بس بطريقة بسيطة يستوعبها عقل البيشن. بس كده. انت انا سعيد جدا جدا بوجودكم كلكم معايا، مبسوط جدا بلقائي معكم، واني كنت بشوفكم كتير يعني يعني بس ان احنا اشوفكم كلكم مع بعض بهذه القعدة الجميلة. مبسوط جدا ب اولا بالناس اللي جالنا الموجودين معانا، الناس اللي يعني ما شاء الله ليهم تاريخ رائع. مبسوط بقى بالشباب اللي انا متوقع لهم، في ناس انا متوقع لها ان احنا نشوفها على القمم في تخصصاتها في المستقبل اللي جاي ان شاء الله، وان كان منهم الشباب دلوقتي حقق ما شاء الله يعني سمعه وعدد ساعات عمل جباره جدا. يعني فعلا احنا انا مبسوط ان احنا بنقدم النهارده صوره للطبيب المصري في منظومه طبيه بتعمل بعمل جماعي. هذا هو الطبيب المصري اللي بيعمل في ظروف صعبه. اكيد في مره هنلتقي تحكوا لي كده الظروف الصعبه، ما شاء الله ربنا طبعا اكيد كرم كل واحد فيكم وفتح عليه، لكن اكيد مريتوا بزمان وفي بدايه وبتاع. يعني زي ما انا بحكي دايما اقول ان اول مرتب خدته كان 117 جنيه، ولما كنت بغيب يومين في الشهر كان بيخصم مني 40 جنيه عادي. ده الطبيب المصري اللي بيهاجم ساعات وبيظلم احيانا والى اخره. ادي المنظومه لما بتكون ناجحه ممكن تقدم لنا ايه. شكرا دكتور نور على انك انت وفرتنا هذا اللقاء. انا اتشرفت النهارده بوجود الفريق اللي انا فعلا بتشرف ان انا ابقى واحد منهم. ده انا اللي متشرف بوجودك معنا ومتشرف بالدور اللي انت قدمته في الثقافه الطبيه التي ستبقى. ده شيء لا يختلف، ده تاريخ لا يختلف عليه الناس. شوف الناس صحيح انت بترأس مجلس إدارة واي تي، لكن في الآخر أنا بتكلم على ثقافة طبية قدمتها قبل ما تقدم واي تي للناس. انت قدمت ثقافة وده مهم جدا جدا. يعني نورتنا دكتور، تشرفت بيك، خليكوا دايما مع الناس الحلوة.